اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايام الخيمه الرمضانيه على قناه مصر الزراعيه. لو تاملنا في اي حكايه هنلاقي ان الجيش المصري اساس البدايه، بدايه انتصار الضباط الاحرار على الطغيان والاستعمار، مش بس كده، القضاء على الاقطاع واقامه حياه ديمقراطيه حره ونزيهه واقامه جيش وطني قوي، كمان كان في اهداف كثيره جدا جدا لهذه الثوره المجيده ومنها ايضا القضاء على سيطره راس المال على الحكم، تفاصيل كتير قوي عشناها في 62 عام مروا على الثورة. يمكن يكون في آراء كثيرة جدا ما بين مؤيد وما بين معارض، ولا تزال هذه الآراء تتعدد يوم بعد يوم. هذه الأهداف مش هتتحقق في سنة أو في سنتين، قد تتحقق في سنين. تفاصيل كتير هنستعرضها مع حضراتكم النهاردة ونعيد الأمجاد مرة أخرى واحتفالاتنا بثورة 23 يوليو، ولكن خليني في البداية أرحب بزميلي سامح عبد الهادي. سامح أهلا بيك. كل سنة طيبة إسراء. وأنت بألف خير. مشاهدي قناة مصر الزراعية، من أيام قليلة كنا بنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وكنا بنتكلم عن خيمة رمضان وعن لمة رمضان اللي هنشوفها في الخيمة. الحمد لله الأيام جريت وليلة ورا ليلة، قريب قوي هنقول كل سنة وانتم طيبين عيد الفطر المبارك. النهاردة بنحتفل معاكم بذكرى ثورة يوليو، لكن قبل ما اتكلم عن ثورة يوليو عاوز اتكلم عن جنود بيحتفلوا بيها معانا النهاردة. بتكلم عن أرواح جنودنا الطهرة البريئة اللي استشهدوا في الفرافرة، وبقول تحيا مصر وتحيا جنود مصر، ويكفيهم شرفا ان هم ماتوا واقفين في المعركة، لم يستسلموا، وقفوا يحافظوا على أرض مصر وضحوا علشان خاطر مصر بدمائهم البريئة. أكيد بيحتفلوا معانا النهاردة، وأكيد مصر وجيش مصر وشعب مصر بيبقى فاكرهم دايما وبندعي لهم كلهم بالرحمة وبالخير. إسراء النهاردة وإحنا بنحتفل عايزين نبقى حاطين دايما قدام عينينا حدود مصر وجنود مصر اللي دايما صحيين بيحافظوا على أرضنا وبيحافظوا على شرف الجندية المصري. فأنا بحييهم قبل ما ابتدي النهاردة الحلقة في الخيمة الرمضانية، لأن احنا ما نقدرش ننساهم وننسى الدور اللي بيقوموا بيه. ثورة يوليو زي ما انت قلتي هي يعني تغير فارق في تاريخ مصر، هي ثورة انتزعت النظام الملكي ونهيته تماما من مصر وتحولنا إلى النظام الديمقراطي. مصر في ثورة يوليو فعلا قدرت ان هي تبقى ليها صورة كبيرة أمام العالم كله. الجيش المصري دايما بيلعب دور كبير جدا ومهم في بناء مصر وفي الحفاظ على تاريخ وأصالة مصر. قبل ما نبتدي معاكم النهاردة الخيمة الرمضانية هنشوف هذه الكلمة الجميلة في مناسبة ثورة يوليو من الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم بمناسبة مرور 62 سنة على ثورة يوليو المجيدة. الثورة دي قام بها الجيش المصري في الوقت ده، كان في أوضاع صعبة جدا، كان في استعمار موجود في مصر، كان في أوضاع اجتماعية صعبة جدا موجودة في الوقت ده. الجيش اتحرك في الوقت ده برجال شرفاء عظماء عشان يلبي طموحات الشعب المصري، وتكون دي بداية لمصر الحديثة اللي احنا ان شاء الله ماشيين في طريقها. محول ان احنا نوجه التحية لرجال ثورة مصر، اخص بيهم رؤساء الحكم اللي حكموا مصر في الوقت ده، الرئيس الراحل محمد نجيب، الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الرئيس الشهيد أنور السادات. ثورة يوليو كان ليها أهداف، وأنا اسمحوا لي هتكلم على أهداف الثورة ديت، لأن في عمر الدول غير عمرنا احنا. لما نيجي نتكلم على 60 سنة أو أكتر بعد الحدث الكبير ده، نقول دلوقتي يا ترى اتحطت أهداف، اتحطت 6 أهداف، وتحركت الثورة وتحرك رجال الثورة في تنفيذ الأهداف ديت، ونقول يا ترى ايه اللي تحقق وايه اللي لسه بيتحقق. ما اقدرش اقول ابدا ان ايه اللي تحقق وايه اللي اخفق،
عمر الثور ممكن يبقى أكتر من 60 و100 و200 سنة كمان، عقبال الأهداف دي ما تتحقق على الأرض أو في الدولة المصرية. كان الهدف القضاء على الاستعمار، ده هدف من أهداف الثورة. الهدف القضاء على الإقطاع كان هدف من أهداف الثورة. إنشاء جيش وطني قوي، ده كان هدف من أهداف الثورة. القضاء على الإقطاع وسيطرته، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، الست أهداف دول الثورة حطتهم أو وضعتهم سنة 52 كأهداف هي عايزة تحققها لمصر خلال مسيرتها. أكيد إحنا حاسين إن في أهداف إحنا شفناها وشفناها كويس، وشفنا دور مصر فيها قد إيه. يعني لما نيجي نتكلم على الاحتلال البريطاني لمصر، ده انتهى، وانتهى مش بس حتى في مصر، ده مصر لعبت دور كبير قوي في التحرر لدول أخرى عربية وأفريقية. لما يجي نتكلم على القضاء على الإقطاع كبير جدا خلال الفترة ديت، لما يجي نتكلم على القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، ده جزء كبير جدا تحقق منه خلال الفترة ديت. جيش وطني قوي، احنا شايفين الجيش ده مدى دوره وأهمية دوره من ساعة ما اتحط الهدف ده لغاية الوقت اللي احنا موجودين فيه. العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية ده كان هدف كبير من أهداف حياة تتسم بكتير من العدالة. وأنا أتصور إن احنا في الوقت ده والمدة طويلة من عمر الثورة لغاية سنين فاتت كان في كتير من العدالة تحقق. يعني أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده دلوقتي لأن احنا حصل في 25 يناير وفي 30 يونيو تحرك تاني وحركة للمصريين تاني. الحركة دي كانت بتستهدف استكمال، يعني لما نيجي نقول عيش وحرية وعدالة اجتماعية، إن أثناء مسيرة الثورة في حاجات تحققت بنسبة كبيرة جدا، وفي حاجات تحققت بنسبة مش مريحة، مش مرضية، مش على قد أمال المصريين. تحية مصر. زي ما سمعنا كلنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتكلم عن تاريخ ثورة يوليو في جمل موجزة شرحت لنا ووصفت الحالة اللي مرت بها مصر في خلال 62 سنة. مطالب قامت من خلال ثورة 62 يوليو، ومن أهمها القضاء على الظلم وعلى الإقطاع. الشعب المصري على مدار سنوات طويلة جدا اتحمل وحقق جزء كبير جدا من أحلامه، وجينا في 30/6 بنكمل مع بعض هذا الحلم الكبير، حلم عودة الحق للوطن مرة أخرى، حلم عودة الحق لأصحابه وللمواطن المصري البسيط. يعني بنتكلم في 62 سنة وما قدرناش ننسى الهدف اللي احتفظ به أجيال وكانت بتسلم أجيال وراء أجيال من ثورة يوليو إلى ثورة 30/6. المهم احنا عايزين ايه بكرة؟ عايزين نحقق ايه؟ وعايزين اول حاجة نخلي بالنا من بلدنا، نخلي بالنا من بلدنا يعني نخلي بالنا من جيشنا ومن رجالنا. رجالنا دول هم رجال القوات المسلحة، ولادنا واخواتنا، قرايبنا واهالينا. اظن اسراء ان مفيش واحد في مصر كلها ملوش حد من قرايبه في الجيش المصري. بالظبط، مفيش لينا جار من جيراننا موجود في الجيش المصري. مفيش بيت مفهوش جندي، مفهوش ضابط، مفهوش صف ضابط، مفهوش طرف من اطراف او من خيوط واساس الجيش المصري. ويمكن اكتر حاجه سامح لفتت نظري في خطاب سياده الرئيس انه يعني ركز على نقطه مهمه جدا جدا. على قد ما عدى 62 عام على ثوره 23 يوليو، ولا
ولكن لسه لحد دلوقتي في اهداف. احنا شويه بقينا مستعجلين يا سامح، بقى عندنا يعني ما فيش هواده، ما فيش صبر. اكتر حاجه ممكن تخلينا نصبر اننا نشوف الثمار اللي هيجنيها اولادنا وابنائنا في المستقبل باذن الله. يعني معنى كده اننا يكون عندنا صبر. 62 سنه صحيح، ولكن لسه لحد دلوقتي في ناس بتقول ان ده كان انقلاب، لسه لحد دلوقتي في ناس بتعارض الثوره. ده شيء طبيعي جدا جدا، لان ما فيش شيء في الدنيا بيتفق عليه جميع الناس. لابد اننا يكون عندنا سياسة الاختلاف، حتى لو اختلفنا فده ما يؤديش الى خلافنا. عندنا ثورات جميلة جدا على مدار التاريخ المصري، ابنائنا في المستقبل هيكونوا فخورين جدا جدا بمصريتهم وبوطنيتهم. النهاردة احنا بنحتفل مع حضراتكم في فقرات كثيرة جدا جدا جدا، واول فقرة منها هيكون معانا يعني ضيوفنا الاعزاء. هنتكلم يا سامح على الثورة وأهم أهدافها، وإزاي إن شاء الله نقدر نكمل ثوراتنا طوال هذه الأيام. نتكلم عن الثورة وأهدافها، لازم كلنا نبقى متفقين على هدف واحد وعلى مبدأ واحد، إن مصر القوية مصر العظيمة. مهما اختلفنا وكان لكل واحد فينا رأي، لازم يعبر عنه بحرية مطلقة، لكن حريته تقف عند حرية الآخرين. لازم صوتي يبقى مسموع وأيضا أسمع الصوت الآخر. لازم كلنا نبقى متفقين على مبدأ واحد، إن إحنا بنحافظ على مصر، بنحافظ على بلدنا، بنحافظ على رجالة البلد دي، علشان تفضل مصر رائدة في المنطقة، وتفضل مصر حامي حمى الديار العربية في هذه التوقيت أو في هذه الحلقة المهمة جدا من التاريخ المعاصر. النهارده زي ما انت بتقولي في الخيمه بتاعتنا، عايزين نتكلم عن ثوره يوليو، الدروس المستفاده منها، ايه اللي لسه لغايه دلوقتي بنحلم ان احنا نكمل ونحققه. اكيد في احلام اتحقق منها جزء كبير جدا، واكيد في طموح زاد في ال 62 سنه دول، واراده الشعب المصري بقت اقوى من الاول، وعايزين نكمل وعايزين نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نعبر بهذه المرحله المهمه الى تاريخ جديد من تاريخ مصر في المستقبل، والى حاضر اقوى نقدر من خلاله ان احنا نفتخر بعزيمه المصريين. ويبقى التاريخ الجميل اللي احنا بنتكلم عن عليه النهارده ده عنوان اساسي لينا دايما بنبص عليه وبنتعلم منه. برضو في الخيمه الرمضانيه متعودين، وده ما نقدرش نستغنى عنهم، بيشرفونا كل طبعا ليله من ليالي الخيمه الرمضانيه الفلاح المصري. هيكون في فقره حواريه مع اهالينا الفلاحين عشان نسمع منهم ونتكلم زي ما تعودنا من اول ليله في ليالي الخيمه الرمضانيه. هم بيجوا بيحكوا لنا عن البلد وعن الريف وعن القرية، عن العادات وعن التقاليد، وبنسمع منهم وبنتعلم منهم، وبتبقى فرصة جميلة جدا ان احنا نستعيد ذكريات الريف الجميل داخل الخيمة الرمضانية. بالظبط. الفقرة الثالثة طبعا بقى يا سامح، دايما بيكون يوم الأربعاء تحديدا بيبقى فيه فقرة فنية جميلة، الإنشاد الديني والروحانيات الرمضانية الجميلة بتكون موجودة معانا طول الشهر. عشان كده النهاردة هيكون معانا المنشد الديني أحمد عادل، هنستمتع معاه بالتواشيح الدينية الجميلة جدا جدا اللي يمكن تكون موجودة من أيام الصحابة عليهم السلام، وهنستمتع بهذا الصوت الجميل. ولكن خلينا دايما فاكرين النهاردة يوم الاحتفال، يوم الذكرى ال 62 لثورة 23 يوليو. الثورة دي مش مجرد ثورة ولادنا هيكتبوها أو هيحتفلوا بيها في المستقبل، الثورة دي بتجري في دمائنا لأنها أساس بناء الحياة الديمقراطية السليمة اللي هي قامت عليها بعد كده ثورات تانية كتير، ثورة 25 يناير و 30/6 عيش حرية عدالة اجتماعية. المجتمع المصري محتاج لأجمل صورة، لأننا بجد كلنا كده عايزين صورة تحت الراية المنصورة. صورة كلنا كده عايزين صورة 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 تحت الراية المنصورة.
يا الفجرية على الشرف نزهة وبدان بلدنا بلدنا مصر العربية صورة 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 منورها من أصغر طفلة بجناين من أصغر طفلة بجناين على زرع ودرس على زرع ودرس بجناين بجناين للفلاح أبو خير وجمايل للفلاح أبو خير وجمايل للوعش حفظ الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان وأسد سوى علماء ومعامي وده كتر من الشعب العامي ورجال سكر على مكاتبه يخدم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل صور يا زمان صور يا زمان مرحب بحضراتكم مرة ثانية في الخيمة الرمضانية كلنا كده عاوزين صورة. أكيد الشعب المصري فرحان بهذا اليوم العظيم وأكيد الشعب المصري بيفتكر ذكريات حصلت خلال ثورة يوليو. هذه الثورة المجيدة اللي هي فعلا انتقلت بالمواطن المصري من مرحلة إلى مرحلة أخرى، حسسته فعلا أنه هو ليه حقوق عند الدولة وليه واجبات تجاه هذه الدولة. ولكن الجدل مستمر لسنوات طويلة، هل ثورة يوليو هي انقلاب أم ثورة حماها الجيش المصري أم هي إرادة شعب طبقها وساعدها فيها الجيش؟ من حق كل مواطن أن هو يفكر بالطريقة اللي هو شايفها. وإحنا زي ما قلنا في المقدمة عايزين نسمع بعض وعايزين نتكلم مع بعض، عايزين نشوف مصر راحة فين، عايزين نستفيد ونتعلم من تاريخ مصر علشان نخلي بالنا وإحنا بنكتب التاريخ في هذه المرحلة المهمة. في بداية الفقرة برحب بالضيوف اللي منورنا النهاردة في الخيمة الرمضانية، الأستاذ الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية بحزمة التجمع. مرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. وايضا منورنا الاستاذ الدكتور جهاد عوده استاذ العلاقات الدوليه بجامعه حلوان. اهلا بكم منورنا. يمكن النهارده كلنا بنحتفل مع بعض بثوره 23 يوليو الثوره المجيده، ويمكن انا شخصيا شايفه انه كتاب التاريخ مش مجرد كتاب تاريخ مصر، لا ده كتاب محفور يعني باسطر من نور هتفضل منوره لحد اخر يوم في الزمان. مصر من اجمل دول العالم مش بس بتاريخها وكمان بشعبها الاصيل. يعني دكتور جهاد خليني أبتدي مع حضرتك سؤالي، الملامح وذكرياتك مع ثورة 23 يوليو، الطفولة الجميلة، ملامح الثورة، هل اختلفت ملامحها من دلوقتي من 62 سنة فاتوا لغاية دلوقتي؟ لا، وطبعا الثورة يعني فيها مياه كثيرة جرت، يعني ما حدش بينكر. لكن هي الأول لازم نعترف بحاجتين أساسيين، أن الثورة فعلا كانت ضرورة، أن الثورة كانت ضرورة، 52 كان ضرورة، والجيش كان طليعة وكان جزء من العمل، كان جزء من الحركة الوطنية.
يعني يعني الفكرة بأن كان في حركة وطنية قوية جدا، والحركة الوطنية والجيش كان جزء من الحركة الوطنية دي، زي يعني كان أفراد الجيش، كان أفراد الجيش وقيادات الجيش نفسهم مشتركين في حياة في مسائل سياسية، مشتركين في حوارات سياسية، ومشتركين في تنظيمات سياسية وكل هذا، وبالتالي كانوا جزء من العملية السياسية وعملية الوطنية. يعني دي نمرة واحد عشان الناس بس تبقى فاهمة ان الجيش المصري مش جيش تقليدي بمعنى ان هو دائما منفصل عن الشعب، لا، هو تاريخيا منذ انشائه الجديد، يعني اللي هو بعد سبعة وثلاثين بقى جزء من الحركة الوطنية، بقى جزء من الحركة الوطنية. يمكن ربما قبل كده كان في تاريخ تاني، لكن منذ نشأته الجديدة العصرية هو في الحقيقة مندمج في الحياة السياسية ومندمج الحاجة الثانية. يعني أنا عايز أستوقف حضرتك عند النقطة الأولى دي لأنها مهمة جدا. حضرتك بتقول أن الحركة الشعبية دي كان شريك فيها بعض القيادات في الجيش في هذه الفترة. طبعا ده اللي خلى الناس كتير جدا من الشعب. أمال السادات كان إيه وعبد الناصر كان إيه؟ يعني تاريخ عبد الناصر نفسه، اللي يقرأ تاريخ عبد الناصر، اللي يقرأ تاريخ السادات، واللي يقرأ تاريخ عامر، اللي يقرأ التاريخ الشخصي ليهم كعسكريين، هو هتلاقي فيهم إن هم راحوا داروا على كل المنظمات السياسية والتنظيمات السياسية، داروا على كل ما اعرفش كده. لا يعني دي مش صحيح، ده صحيح ان هم جزء ما كانوا داروا على الاجزاء الشيوعيه، على كل من التنظيمات الشيوعيه، يعني فبالتالي مش صحيح ان هو الجيش جزء او جيش منفصل عن الشعب. منذ اللحظه الاولى، منذ اللحظه التاسيسيه الاولى في 36، الجيش المصري في صراحه جزء من العملية السياسية. يعني خلينا هو طبعا جزء من الشعب، لكن جزء من العملية السياسية، وده الأهم. الحاجة الثانية والمهمة وبرضو دي لازم تذكر، ودي برضو لم تمحح، اللي هو أن الجيش المصري منذ هذه اللحظة هو جزء من عملية بناء الدولة طبعا، على الدولة الحديثة، الرغبة في بناء الدولة الحديثة. الصراع من 36 وانت جاي على بناء دولة حديثة. دولة حديثة تبقى ازاي؟ بأي شكل؟ مش بأي شكل. حتى أيام حامد محمود، حامد محمود باشا، حتى من أيام صدقي باشا، حتى أيام كل ده، حتى من أيام قبل الثورة، يعني كانت الفكرة نفسها، فكرة بناء دولة حديثة هي وهو الهم الرئيسي لقيادات، أو الوعي لدى 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 القوى المصرية بأجزاء الجيش، أي مش الجيش أو الشعب أو المسائل السياسية، لكن فكرة أنك تبني دولة حديثة. كان أساس البناء يا دكتور، كان الجيش المصري كان هو اللبنة الأولى في هذا البناء الحديث. كان طبعا بالزبط. ما هو الوقت إحنا بس نبص على ستة مبادئ بتوع الثورة. لو نبص عليهم بدقة كده، هي ست مبادئ دي ترجمة رغبات الشعب، رغبات العملية السياسية. تمام. رغبات القوى السياسية في ايه؟ في الفساد، ما بقاش فيه فساد، ما بقاش فيه بتاع، اللي احنا ممكن نلاقي في لغاية هذه اللحظة في 25 في 30 نلاقي فيها في ترديدات لهذه الكلام. هو ده بقى اللي انا عايز استوقف الدكتور فرج واساله عنه. تشابه كبير جدا بين اهداف ثورة يوليو 1952 واهداف ثورة 25 يناير وثورة 30/6، تتمثل في ابسط يعني تعريفات عيش، حرية، عدالة. فهل لو كان نجحت هذه الاهداف سنة 1952 كنا وصلنا لثورة 25 يناير وثورة 30/6؟ ده سؤال مهم جدا في الحقيقة، وبيفتح المجال ان احنا نقول ان في يوليو 52 لم يكن هناك مصطلح ثورة قد اطلق، وانما كانت تسمى الحركة المباركة. حتى البيان اللي اذاعه انور السادات في صبيحة يوم 23 يوليو كان بيقول ان الجيش عانى من الفساد ومن الرشوة، البلد عانت من الرشوة المحسوبية، ووجدنا ان احنا نقدر نصلح، وعملنا هذه الحركة اللي خرج بيها الجيش، وهي حركة سلمية بيضاء لم يراق فيها دماء. نذكر فيها طبعا يوسف صديق اللي هو عمل الاستيلاء على القيادة العامة للقوات المسلحة في صبيحة ذلك اليوم، ولم تكن مصطلح الثورة موجود. أنا عايز أقول من هنا أن الجيش المصري ما يعرفش مسألة الانقلابات العسكرية، وإنما هي حركة للتصحيح، بدليل أن ظل النظام ملكي حتى 18 يونيو 53، يعني سنة إلا شهر ظل فيها النظام ملكي،
وكان في مجلس وصايا، لان الملك اللي كان موجود كان ملك ما زال في المهد بعد ان تنازل له فاروق والده. وتم صياغه المبادئ الستة. في الحقيقه لم تعلن صبيحه الثوره يوم الثوره، وانما اعلنت بعد خروج الملك. وكانت المبادئ الستة بتقول 3 للقضاء على السلبيات و3 لاعاده البناء. القضاء على السلبيات ان احنا لازم نتخلص من الاستعمار، وان احنا لازم نقضي على سيطره راس المال على الحكم، وان احنا لازم نقضي على الاقطاع. دول 3 للسلبيات لابد من تلافي هذه السلبيات، و3 للبناء: اقامه حياه ديمقراطيه سليمه، اقامه عداله اجتماعيه، اقامه جيش وطني قوي. تعالى نشوف بقى ايه اللي اتحقق وايه اللي ما اتحققش، وهل استطاعت ثوره يوليو 52 ان تحقق بالمصطلح اللي هو اشيع عليها بعد كده، هل استطاعت ثوره يوليو 52 ان تحقق اهدافها السته؟ بقول بكل تاكيد للاجابه على هذا التساؤل لابد ان تقسيم الفترات، بمعنى ان هناك مراحل زمنيه. في مرحله زمنيه توقفت عند وفاه جمال عبد الناصر، هذه المرحله استطيع القول بكل تاكيد انها قد استطاعت ان تحقق اهدافها. ثورة استطاعت أن تحقق أهدافها، ولكن هناك تراجع في تحقيق هذه الأهداف، بمعنى أن ما تم اكتسابه بدأ يصبح منقوصا شيئا فشيئا. إلى أن يا دكتور التراجع ده؟ هندي التفاصيل، هندي كل التفاصيل. خليني أقول إزاي تحققت مبادئ الأول، وبعدين أقول التراجع تم إزاي. لما أقول أن الأهداف تحققت بالفعل، تم إعادة بناء الجيش المصري مرة تانية، الجيش اللي عانى من الأسلحة الفاسدة في حرب 48، تم إعادة بناء الجيش مصر مرة تانية، تم تحقيق تنمية اقتصادية، تم تحقيق عدالة اجتماعية، تم تحقيق حياة ديمقراطية سليمة. ناس كتير بتقول لا، ما كانش في حياة ديمقراطية في الفترة الناصرية. بقول لهم لا، كان في حياة ديمقراطية، لأن الديمقراطية ليس لها المفهوم الغربي فقط، وإنما الديمقراطية حسب مفهوم أفلاطون اللي هو اخترع الديمقراطية، حكم الشعب نفسه لنفسه بنفسه. وبالتالي بقول الديمقراطية كانت متحققة حتى في ظل نظام الحزب الواحد، اللي هو الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي، أو أي التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي، 3 أشكال. كان هناك ديمقراطية قد تحققت، كان هناك عدالة اجتماعية بالفعل كانت موجودة، بدليل ان ما كانش فيه الفجوات الضخمه اللي كانت بين الطبقات، صح، اللي شفناها بعد كده بين الطبقات، واللي كانت موجوده قبل 52 بين الطبقات. وبالتالي بنقول ان اهداف الثوره بالفعل اتحققت. قضى على راس السيطره، راس مال الحكم، قضى على الاستعمار في شكله التقليدي، ولكن هنجد بعد شويه بقى اجابه لسؤالك ان الاستعمار عاد مره اخرى، ولكن بشكل غير الشكل التقليدي، عاد بشكل اخر، بشكل مختلف، متمثل في الشركات متعدده الجنسيه، متمثل في الاستلاب القيمه من هذه الدول التي كان يستعمرها في الماضي بشكل استعمار عسكري، بدا يستغلها استغلال اقتصادي. المساله دي عادت بالتدريج بوفاه عبد الناصر، لان عبد الناصر كان عامل رعب للغرب، كان عامل رعب للغرب، صح، حقيقي. كان الراجل اللي حرر اغلب الدول الافريقيه وساعد على تحرير اغلب الدول الافريقيه طبعا، وموقفه مع الجزائر كان النتيجه بتاعته فرنسا ضده على طول عشان خاطر موضوع الجزائر. الولايات المتحده الامريكيه اللي هي وريث بريطانيا ضد عبد الناصر على طول. وبعدين بنجد الضربه اللي حصلت في 5 يونيو 67، وهي الضربه اللي بنقول فيها حاولوا يكسروا المشروع الناصري، وبالفعل قدروا يكسروا المشروع الناصري. عاش عبد الناصر لإعادة بناء قوات مسلحة مرة أخرى من 67 إلى وفاته في سبتمبر 70، أعاد بناء القوات المسلحة. ونذكر في هذا التوقيت جهد الفريق محمد فوزي، لابد أن نذكره، صح، بكل خير، لأن بالفعل القوات اللي عدت يوم 6 أكتوبر 73 دي تم بناءها في هذه الفترة. أيوة، تم بناءها بعد حدوث النكسة مباشرة، كان وضع الأساس لهذه القوات بالضبط. وكان ليا شرف ان انا شاركت في هذه المعارك، وبالتالي يعني في الحقيقه بنقول ان القوات المسلحه استردت في حرب 73 الجهد اللي كان بيعمله عبد الناصر والفريق فوزي، والجهد اللي جه بطل الحرب والسلام انور السادات كمله. لكن المساله صارت بعد حرب 73 في الحقيقه في اتجاه
في اتجاه معاكس او في اتجاه بخلاف الاتجاه. بدات القوى الغربيه تلعب دور مهم جدا ليس على الوطن العربي ومصر فقط تحديدا وانما على المستوى العالمي. استطاعوا ان هم يكسروا الاتحاد السوفيتي ويقسموه بالبورسترايكا، وبعدين بدات المساله تاخد شكل استلاب فائض القيمه من هذه الدول التي كانت تستعمر في الماضي في شكل عسكري، بدا ياخدها وهو قاعد من خلال الشركات متعدده الجنسيه. بدات الفوارق تزداد مره اخرى داخل طبقات المجتمع، ليس في مصر فقط وانما في كثير من الدول حدث ذلك. بدات الفوارق تتسع مره اخرى، بدات طبقه الفقراء والمهدمين تظهر مره ثانيه بعد ما كنا بنقول قضينا عليها في 52 بالاصلاح الزراعي 9-9-52 قانون الاصلاح الزراعي. بنجد ان هذه الانجازات بدات تتاكل شيئا في شيئا، وتاكل هذه الانجازات تم على مدار فتره زمنيه طويله في الحقيقه، تم لحد ما قامت ثورتنا في 25 يناير 2011، ولحق بشكل سريع جدا واقول في 30 يونيو 2013، لان استكمال الثوره تم في 30 يونيو. هذه الثوره كانت في 25 يناير 2011، تم اختطافها من فصيل معين كلنا عارفين هذا الفصيل، لكن قدر الشعب المصري ان يسترد ثورته في 30 يونيو. النهارده الوضع ان احنا بنعيد مره تانية تحقيق العداله الاجتماعيه، بنعيد مره تانية ذابت فارق بين الطبقات. طبعا انا مطمئن تماما لقواتنا المسلحه والجيشنا، ولكن ما زال محتاج الى التعزيز والتعزيز، ونظل نقول تعزيز القوات المسلحه امر مطلوب وامر واجب. وهنا في الحقيقه بنقول ان تحقيق الامن والامان اعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستكمل المشوار، وان شاء الله هيستكمل المشوار. دكتور جهاد، نرجع لحضرتك مره تانية ونتكلم على يعني زعيم الحقيقه كان له دور مهم جدا جدا في حكم مصر، وهو اللواء محمد نجيب. علاقته مع الضباط الاحرار وبالزعيم جمال عبد الناصر كانت علاقه يمكن يكون شويه حواليها بعض من اللغط، يعني هناك كتابات كثيره جدا اتكتبت عن اللواء محمد نجيب وعلاقته بالضباط الاحرار وب الرئيس جمال عبد الناصر. حضرتك شايف حقيقة ده ايه، وهل فعلا التاريخ ممكن يكون ظلم لدرجة كبيرة جدا اللواء محمد نجيب؟ هو صراحة يعني هو الواقع كان مضطرب، كان مضطرب اضطراب شديد جدا. ومحمد نجيب يعني قصة بتاعت اللواء محمد نجيب، الفريق محمد نجيب، كانت واضحة بان هم كانوا مجموعة من الضباط الصغيرين بتاع الثورة، بتوع قيادة الثورة، كانوا مجموعة كلهم عقداء، يعني ما كانش فيهم عقداء، يعني كبارهم عقداء عمداء حاجة زي كده، لكن ما فيش لواء بقى، ما فيش واحد يعني رتبة كبيرة. فكانت دي فكرة ان هو ودي فكرة عبد الناصر وفكرة السادات، كان الفكرة الاثنين ان هو لازم يبقى في واحد كبير في الجيش، لازم واحد كبير، وترشح كذا اسم وترشح حتى اخو نجيب يعني. لكن هي الفكره هنا كانت مهمه، ان انت في الجيش باعتبارك جيش ما تقدرش، وده اللي يقول لنا ان الجيش مش انقلابي بالظبط، ان الجيش مش انقلابي، ان هو لازم او ده مش جيش من جيوش العالم الثالث الانقلابيين اللي هو تكسر القياده الصغرى، ان القيادات الصغرى تكبر تعمل انقلاب على القياده الكبرى. وبالتالي كان ضروري محمد، وجود محمد نجيب كان ضروره، لانه كان يسمح لان الجيش ده يبقى متكامل، يسمح بان الجيش متكامل، وان الجيش لما بيتحرك بقيادته الكبرى، بقيادته الكبرى وقيادته الصغرى. فبالتالي ده اللي سمح بعد كده بقى الفتره اللي بعد كده دي مسائل بقى متعلقه بالصراع ما بين الاطراف، ما بين قياده مجلس الثوره بقى، في ازاي بقى نحكم، ازاي ما نحكمش، دور نجيب يبقى ايه، دور نجيب اتهم بايه ولا ما اتهمش بايه، في حاجات بقى كتيره. وفي التاريخ بيقول بقى تاريخ صراحه يعني
في ناس كتيرة بتقول إن نجيب اتظلم كتير وتم إهانته إهانات كبيرة جدا، بس في نفس اللحظة كان في تحديات كتيرة قوي لعبد الناصر وقيادات الجيش وكان في تخوفات كبيرة جدا. وهو كمان نجيب كان بدأ يشتغل مع الأحزاب القديمة في نفس اللحظة، فكانت زي ما انا بقول المساله مختلطه كده، او المساله مختلطه وفي كتب كتيره مكتوبه، يعني مش كتب ما يعني مش حاجه لسه هتتقال او حاجه زي كده. عايزين نكمل في الجزئيه دي باستفاضه، بس في نقطه عايز استوقف فيها لان دي مهمه دائما في تاريخ الثورات، اللي هي النقطه الاقتصاديه. هناك قرارات اقتصاديه اتخذت زي التامين، ودي مهمه علشان نكمل وننطلق، لان احنا في هذه المرحله التأميم ممكن الناس كتير قوي تخاف من الإصلاح الاقتصادي اللي احنا بنشوفه. هل قرارات التأميم في ثورة يوليو كانت صائبة؟ وهل هي فعلا أدت إلى نوع من الاستقرار الاقتصادي في الدولة في هذه الفترة؟ خلينا ناخد قرارات التأميم، يعني عشان خطر أقول المصطلح ده ظهر إمتى أثناء فترة ثورة يوليو؟ لا، تظهر في يوليو 1960، لكن ما كانش ده مش معناه أنه ما كانش فيه تأميم قبل كده. كان فيه تأميم قناة السويس، صح، وكان في الاصلاح الزراعي، لكن انا بقول المصطلح نفسه كمصطلح اعلان للشرقيه وحركه التاميم ده صدر في يناير 60، اسف يوليو 60. لكن يوم 9/9/52 بعد الثوره بايام حدود 40 يوم، وده على فكره 9/9 ده يعني له ذكرى في الجيش المصري، ده اليوم اللي وقف فيه احمد عرابي قدام الخديوي. ده اليوم 9/9 فحبوا رجال الثوره يوم 9/9/52 يخلوه عيد للفلاح. ايوه، عيد للفلاح، وبالتالي باعتبارنا ان احمد عرابي فلاح. أيوه. يعني دي الفكره. فبالتالي بدا يقول ان انا بحارب الاقطاع وبحدد الملكيه الزراعيه، ده اول. وعلى فكره تحديد الملكيه كان بيقابله من اللي انتزع منهم ملكية الأراضي كان بيقابله تعويض، وبدأ يدي خمسة فد للأسر اللي هي كانت بتشتغل أجراء داخل على الأراضي. والمسألة دي لازم نذكر أن النهاردة الخمس فدادين دول صحيح اتفتتت الملكية بعد كده، لكن ما فيش مشكلة على وجه الإطلاق أن هذه المسألة أدت دورها، أن الراجل الفلاح قدر يعلم ولاده لدرجة أني خرجهم من الجامعة وبعضهم دلوقتي أساتذة في الجامعة. والنهاردة لازم نعترف بهذا، أساتذة في الجامعات المصرية أبناء فلاحين استفادوا بالإصلاح الزراعي، استفادوا من موضوع الخمسة فدان. ده كانت أول حركة تأميم أو أول حركة إصلاح بتتم بالقضاء على أصحاب الملكات الزراعية الواسعة. التأميم في شكله الثاني كان في 56، تأميم قناة السويس. وتأميم قناة السويس له قصة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. 55 نور السعيد جه زار جمال عبد الناصر. نور السعيد بتاع العراق جه زار جمال عبد الناصر وقال له انت ايه اللي اتجاهك للكتلة السوفيتية؟ قال له لا، انا مش، انا لا شرقية ولا غربية، انا بتاع مؤتمر بندوم. قال له لا، انت لازم تبقى موجود معنا في حلف بغداد. رفض جمال عبد الناصر، وبالتالي لما رد على الامريكان وقال لهم ان عبد الناصر مش هيبقى موجود في حلف بغداد، بداوا يرتبوا له بشكل، يعني طبعا مهما كانوا اذكياء الامريكان في يعني العقليه المصريه ذكيه جدا، فرتبوا له وقالوا له انت محتاج تمويل لمشروع السد العالي، طب هات لنا العرض البروبوزر بتاعك عشان خاطر ندرسه في البنك الدولي. وبعد شويه رفضوا له المشروع بدعوه أن هذا المشروع لا يصلح من الناحية الفنية، لكن حقيقة الأمر أن الهدف أو القرار كان قرار سياسي من البنك الدولي في الوقت ده. وبالتالي رد عبد الناصر عليهم بأن أنتم مش عايزين تمولوا لي السد العالي، أنا أمم قناة السويس اللي هي مملوكة لمصر ومملوكة داخل الأراضي المصرية. وكان قرار التأميم، وتستتبع قرار التأميم طبعا أن فرنسا وإنجلترا والديل بتاعهم إسرائيل عملوا الهجوم بتاع 56. هذا الهجوم كان هجوم فاشل لدرجة أنه انتهى في غضون أقل من شهر، انتهت المسألة وانسحبت إسرائيل وانسحبت القوات البريطانية والفرنسية. لحد كده ما كان في رأس مال خاص داخل المجتمع المصري، رأس مالية خاصة، وكان في استثمارات أجنبية داخل المجتمع المصري.
لكن لما جينا في 59 بقى وحب نعمل حاجة اسمها الخطة الاقتصادية الأولى 59-60 64-65. وعلى فكرة الخطة الاقتصادية الأولى دي هي الخطة الوحيدة اللي أنا أعترف بيها على مستوى التاريخ الاقتصادي المصري، اللي هي الخمس سنين دول 59-60-64-65 حققت فيها هذه الخطة معدل نمو في المتوسط سنويا 6.9% في الوقت اللي اليابان كانت محققة أقل من 6%، 6.9%. وأساس التخطيط عندنا عارفين كويس هذا الكلام، تبنت المصانع، شغل العمال، ما كانش في حد تلاقيه يتخرج من الجامعة وقاعد عاطل، كله بيشتغل سواء فني أو جامعي، بيخلص السنة دي يطلع يشتغل على طول في سوق العمل مفتوح. وهي دي التنمية، تغيير جوهري، تغيير جوهري في هيكل الإنتاج. صح. هو ده اللي حصل بالفعل وقدر يحقق نجاح باهظ في هذه الخطة، في هذه التأميم الخطة حقق استقرار اقتصادي. صاحب هذا، صاحب هذا التأميم تحديد حد أدنى للأجور، يعني عدالة اجتماعية أيضا، عدالة اجتماعية، صاحب هذا التأميم أيضا، وصاحب تحديد الحد الأدنى للأجور، تحديد عدد ساعات العمل بسبع ساعات، وبالتالي دي بتعتبر مكاسب اشتراكية، مكاسب اشتراكية. هنا بقى بنقول طب إيه اللي حصل بعد 64؟ بدأنا الخطة الثانية، وإحنا في السنة الثانية من الخطة الثانية كان الترتيب بتاع يونيو 67 الضرب، وبالتالي توقفت الخطة الثانية في سنتها الثانية، وبدأنا نشتغل على البرامج السنوية. البرامج السنوية يقدم برنامج سنوي كل سنة عشان خاطر يمشي بس حال البلد ويعيد بناء القوات المسلحة. اديتني صورة سريعة وجميلة عن الاقتصاد ودوره في هذه الثورة العظيمة. أنا بشكرك لأنك كنت موجود معنا النهاردة رغم انشغالك الشديد. ربنا يعني الأستاذ الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو لجنة اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، يعني كان المفروض إن احنا نستكمل الحوار أكثر، وأنا كان يهمني لكن ارتباطات في لقاءات أخرى إن شاء الله نستكمل مع حضرتك. فكرتني بحاجة جميلة قوي، بعيد الفلاح 9-9 ده كان تاريخ نسيه كتير قوي من الناس، ابتدأ إحياءه مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير. وابتدينا نحتفل بعيد الفلاح. أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة. شكرا لك يا فندم. الأستاذ الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، حضرتك منورنا ومكمل معنا النهاردة. عايزين نستمتع بهذه الذكرى الجميلة، لكن فاصل سريع ونستكمل الخيمة الرمضانية. البيضة زادت ل 35 أردب، والذرة الصفراء بقت 33 أردب، والقطن 15 أنطار. مشروع الزراعة النظيفة من بايوتك بضمان دكتور رضا اللحراني. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كتاب في حياتي. احنا الحقيقة في هذا البرنامج بنحب ان احنا نستضيف احد المشاهير او الشخصيات المعروفة، سواء كان في المجال الصحفي او الاعلامي او الثقافي او الفني او العلمي. كتاب في حياتي كانت قصة واسلامة. ايه اللي حصل للتعليم؟ اكيد علاقة سيادتك بالكتب لها تاريخ وعلاقة وثيقة، يا ريت حضرتك تحدثنا عن هذه العلاقة. لكم مني حامد عبد الدايم اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيت العرب وان كبرت ناره، على بعد التاوج لها دخانة العوافي. نور الشرقية ومنور عرباننا، ومرحبا بيك وبرنامجك السمح. الصمت زينا والسكوت سلامة، بلي ثورة حرة ولا علينا نقر جا من بر. لا ثورة حرة موش نقر جا من بر. لا العرب في كلمة عندهم يقول لك قولوا لركابين الخيل، جاك من نجم بوذيل، انشرق يا هناكم ونغرب يا شقاكم. العرب
العروس بعد سنة تمشي تزور أبوها، لازم تروح لأبوه شايلة عيل. في الأرض أرض الله والمراد مراده، ادي حق البنت قبل ما تلقابه، الأرض أرض الله. برومو برنامج ديار العرب في قناة مصر الزراعية. قناصين كل واحد معاه سلاح حبيبة من وادي يجيب عشان حبيبي انت معي طول عمرك حنون، ورديت عذابي ليش ودمعات العيون. صباحي صباحي ليلتنا صباحي، حرام النوم الليلة والعالم كله صاحي، والليلة جيت نهني أصحابي واللي مني. ديار العرب يوميا على مصر الزراعية. زادت ل 35 أردب، والذرة الصفراء بقت 33 أردب، والقطن 15 أمتار. مشروع زراعة نظيفة من بايوتك بضمان دكتور رضا اللحراوي. ماسكين فوانيس، ده فانوس أحمر وفانوس أخضر وفانوس أخضر، يرقصوا ويغنوا يا رمضان، فرحهم وتهنوا يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين فقراتنا خلال هذا اليوم، يوم جميل يوم جليل بنحتفل فيه بثوره 23 يوليو. انضم الينا الاستاذ الدكتور مصطفى علوي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور اهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك. ودكتور جهاد اهلا بيك مره ثانيه. خلينا نبتدي مع دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، شكل العلاقات، طبعا مصر ام الدنيا وهي همزه الوصل ما بين كل دول العالم، شكل العلاقات ما بين مصر وما بين الدول الأخرى، تحديدا العلاقات الدولية قبل وبعد ثورة 23 يوليو، هل اختلفت كثيرا؟ يعني خلينا نبتدي من النقطة الأولى اللي حضرتك قلتيها، اللي هي أن مصر بحكم الجغرافيا السياسية بتاعتها وبحكم دورها الثقافي والحضاري أيضا العاملين مع بعض، كانت دائما على اختلاف الأنظمة والتيارات التي تتالت عليها، إنما كانت دائما بتلعب دور إقليمي ودولي مهم جدا ويعني مؤثر للغاية. يعني لو خدنا مثلا أهم بحرين بعد المحيطات الكبرى في العالم، هم البحر المتوسط والبحر الأحمر. في دولة وحيدة في العالم تقع على هذين البحرين، المتوسط والأحمر، اللي هي مصر. وبعدين لو بصيتي لخريطة العالم ككل، من الغرب الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا الشمالية بشكل عام، وكندا وكذا، وأمريكا اللاتينية، والشرق المحيط الهادي وشرق آسيا، وحاولت تشوف في فين موقع مصر، هتلاقي مصر فعلا في موقع وسطي ومركزي في النص تماما بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. وبالتالي ده ادها الفرصة أنها تبقى دايما مستقبلة لكل التيارات والأفكار والأشخاص، يعني حتى حركات مش عايز أقول الهجرة، إنما السفر التاريخية اللي كانت بتتم مثلا في مواسم الحج، كان كثير جدا من الناس اللي جايين الحج من كل البلاد اللي هي غرب مصر، ابتداء من ليبيا وطالع الى اخر العالم العربي في المملكة المغربية وحتى في اوروبا، قبل وسائل النقل الحديثة والسريعة جدا، الطيران والنقل البحري، كانوا بيجوا على الاقدام ويمروا بمصر، وكثير منهم كانوا بيقعدوا في مصر ويستمروا في مصر بعد قيامهم بالحج او بالعمرة. وبالتالي تلاقي مصر بوتقة من الناحية الثقافية ومن الناحية الحضارية، بوتقة للشعوب المختلفة، وبيجي فيها كل الأفكار والتيارات الحضارية المختلفة. ومن هنا جت أهمية مصر التاريخية الحقيقة، وده انعكس بوضوح على علاقات مصر الخارجية،
سواء قبل 23 يوليو أو بعدها، بس بعد 23 يوليو بشكل أكبر بكثير الحقيقة يعني. ويمكن ده لأن الدولة المصرية بعد 23 يوليو تبنت سياسة واستراتيجية أساسها أن تكون مصر ذات دور مركزي في صياغة مستقبل المنطقة التي تقع فيها مصر اللي هي المنطقة العربية. وبالتالي كان لابد أن مصر يعني تبقى دولة رائد وتبقى بتقود المنطقة العربية في تعاملات المنطقة العربية وعلاقاتها مع الغرب ومع الشرق مع الشمال ومع الجنوب. واتضح ذلك من بدايات ثورة 23 يوليو 52. مصر كانت حريصة في البداية أنها ما تفقدش علاقتها بالغرب، وفضلت في الفترة من 52 لحد 54-55 لما عملنا صفقة الأسلحة التشيكية اللي كانت أول صفقة أسلحة مع دولة غير غربية، وبدأنا ننفتح على الاتحاد السوفيتي وعلى المعسكر الشرقي أو الاشتراكي. فبدأت مصر هنا بقى تلعب دور أساسي ومهم، ويبقى لها علاقات مع الغرب ومع الشرق، مع المعسكر الشرقي ومع المعسكر الغربي. يمكن 56 جت بقى شكلت نقطة تاريخية أنها حسمت هذا الاختيار الاستراتيجي لصالح علاقات مصر مع الشرق نتيجة العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي الإسرائيلي على مصر في 56. لكن برضو هنلاقي أن بمجرد ما مصر استردت يعني قوتها واستطاعت أن تحقق نصرا عسكريا وسياسيا بالغ الأهمية في أكتوبر 73، رجعت تاني يعني لكي يعني تكون علاقتها مع المحاور والمراكز والأقطاب العالمية في الغرب وفي الشرق على نفس الدرجة من الأهمية. وده يؤكد أن مصر حريصة دائما أنها تكون موجودة مع الجميع وذات علاقات مع كل الأطراف، وأن ده اللي دفع مصر إلى هذا وسندها فيه. واحد، الحضارة والثقافة اللي مصر بتمثلها. اثنين، الموقع الجغرافي الفريد والوسط والوسطي لمصر في العالم. جميل جدا دكتور جهاد. الدكتور مصطفى بيقول مصر كانت حريصة على التواصل مع الدول العربية ومع الدول الغربية، وكانت بتركز على ذلك في هذه الفترة. هل الدول العربية الآن حريصة أيضا على التواصل مع مصر، وأدركت أهمية قوة الدولة المصرية في المنطقة؟ بس الأول عايز أضيف شيء. طبعا أستاذ الدكتور مصطفى علوي أشار لي لكن عايز أعمقه، اللي هو فكرة الحياد الإيجابي، إن عبد الناصر لعب دور مهم جدا اللي هو فكرة الحياد الإيجابي وعن الانحياز عدم الانحياز. ومؤتمر باندونج، مؤتمر باندونج ده في حد ذاته من أهم المؤتمرات اللي مثلت منذ اللحظة الأولى قد إيه إن ممكن تبقى عندك كتلة مستقلة أو كتلة حرجة ما مستقلة استقلال ذاتي ما بين الكتلتين الكبار. ودي كانت في حد ذاتها كانت دي الحركة التي سببت كثير جدا من قوة عبد الناصر، هي اللي هو وعبد الناصر كان دايما يشير إليها بأن هو كان يعتمد دائما على القوة المعنوية. يعني اللي بيراجع خطب عبد الناصر، أنا اشتغلت على خطب عبد الناصر في هذه الفترة، هي كان مهتم جدا بأن حركة عدم الانحياز، والحركة دي كبرت وبقت وأثرت جامد على العلاقات الدولية وعلى طريقة الصراع الدولي، بأنه كان مهتم جدا بأن الحركة المعنوية الحركة الأخلاقية ان دي بداية ان في شيء اسمه ممكن نعمل قرار مستقل. يعني فكرة القرار المستقل اصلا جاية من فكرة اساسية، مش بس مجرد الفكرة المصلحية، ان انا بدل اذا كنتش اجيب مصلحتي من هنا اجيبها من هناك، اجيبها من ناحية تانية، لكن ايضا نحن لازم نتدبر نعمل موقف وسطي او نعمل موقف مستقل. وده اللي يسمى بقى القرار المستقل، قرار الوطن المستقل، دايما يثار لي بهذا الكلام. في هذا السياق تأتي بقى فكرة الدول العربية. عبد الناصر كان دايما بقى في هذا السياق عايز يدفع الدول العربية إلى بناء قوة مستقلة، أو يبقى أداة لقوة مستقلة، أداة قوة مستقلة في العلاقات الدولية، أداة قوة مستقلة في العالم.
وفي وبالتالي هو مش بس اهتم بالقوى العربية، هو اهتم كمان بالقوى الإفريقية، واهتم كمان بالقوى الإسلامية. صح. يعني أي قوة دولية أخرى غير الدولتين الكبار أو المصالح الكبرى كان عبد الناصر عايز يبني قوة مستقلة تسمح له بالمناورة وتساند القوات المصرية. بالضبط، ما ده جزء من الحركة المصرية في الاستراتيجية والدبلوماسية. لكن هو عبد الناصر كان دايما فكرته ان دايما زي ما لازم نحترم او لازم نتوازن ما بين القوتين الكبار، او ان القوتين الكبار لازم نعمل منطق للمصلحة معاهم، لكن ايضا مش دي النقطة الرئيسية اللي في حياته، لكن هي النقطة الرئيسية زي تبني المستوى الثاني، يعني ازاي تبني قوة مستقلة لقوة الصاعدة، زي العالم العربي، زي القوة الصاعدة بزوغ الدول واستقلال الدول العربية، بزوغ الدول الإفريقية ومنظمة الدولة، منظمة الوحدة الإفريقية وبعدين الاتحاد الإفريقي، الدول الآسيوية، حتى طبعا باندونج والكلام ده. المنطق على عند عبد الناصر كان صراحة هو منطق ازاي نبني وحدات مستقلة، استقلال ذاتي، بالتالي ده يسمح لمصر بقدرة اعلى على المناورة. اكيد مناورة الاستراتيجية. نرجع لدكتور مصطفى مرة تانية، بما اننا بنتكلم على ثورة 52 النهاردة، الحقيقة احنا ممكن نوصف، او كتير جدا من المؤرخين وصفوا ثورة 52 انها كانت ثورة شعبية بالدرجة الاولى، لانها الحقيقة قبل الترحيب وتأييد يعني لم تحظى به ثورة على مستوى العالم مثل ما حظت ثورة 52 من تأييد جميع فئات المجتمع المصري وتحديدا كمان الفلاحين. تفتكر حضرتك السر هنا كان في ايه؟ السر كان في أنه الذين قاموا بالثورة وقادوها كانوا من أبناء الشعب. يعني كانواش أغراب عن الشعب المصري، وكانوا جايين من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب ومن الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة وحتى ربما الفقيرة أيضا، وبالتالي ده صاغ مواقفهم واتجاهاتهم وأفكارهم وبالتالي قراراتهم السياسية في التعامل مع القاعدة الجماهيرية العريضة. هم أدركوا من البداية أنه هم كانوا كلهم شباب، كانوا ما بين رتبة النقيب ورتبة الرائد، وبالتالي ما فيش قيادات عسكرية كبيرة باستثناء محمد نجيب اللي ما كانش عنصر يعني منشئ للثورة أو لتنظيم الثورة قد ما كان انضمامه له بعد ذلك يعني أعطاه دفعة قوية سياسيا. إنما ما علينا من ده، إنما كل أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا من الشباب، ومن الشباب من أبناء الطبقة الوسطى أو تحت الوسطى، وبالتالي ده هو اللي خلاهم يتبنوا من البداية مواقف واتجاهات تكون في صالح الأغلبية العظمى من المصريين المنتمين إلى الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية. فده أثر بقى في سياساتهم وفي مواقفهم الداخلية والخارجية أيضا، لأنه يعني يمكن أن الإنسان يفكر أو يقول أنه على مستوى حتى على مستوى العلاقات الدولية، إذا كانت دولة معينة أو مجتمع معين بينتمي إلى حركة يقودها قطب معين زي القطب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، أو زمان القطب السوفيتي قبل انهياره في 91 الاتحاد السوفيتي، فإن بقية دول العالم التالت بالذات يمكن وصفها بأنها كيانات طبقة وسطى أو طبقة شعبية على مستوى العلاقات الدولية وليس على مستوى الداخل. وبالتالي ده برضو يعني كان أحد الخطوط التي ميزت السياسات والمواقف التي تبنتها ثورة 52 في التعامل الدولي أو في إدارة العلاقات الدولية لمصر. وبالتالي هم كانوا مشغولين أنه في الداخل يبقوا متواصلين مع المواطنين العاديين من أبناء الطبقة العاملة والطبقة الفلاحين، يعني هم مش بس الفلاحين لوحدهم الحقيقة، إنهم الفلاحين والعمال، لأنه الفلاحين استفادوا جدا من الإصلاح الزراعي كسياسة أساسية للثورة المصرية ثورة 52 في التعامل مع هذا القطاع من قطاعات الاقتصاد، ولكن أيضا العمال لما الدولة المصرية تبنت فكرة القطاع العام وأنشأت العديد من المصانع الرئيسية حتى دلوقتي يعتبر تأثيرهم كبير في الاقتصاد زي مصانع الحديد والصلب، زي مصانع الإسمنت إلى آخره، وبالتالي من الذي اشتغل في هذه المصانع الكبرى المصرية الكبرى اللي هي غطت الاحتياجات المصرية في الداخل، وربما بعضها كان بدأ يصدر أيضا إلى الخارج، أبناء الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا.
وبالتالي هنا ده اللي ادى الى ان العداله الاجتماعيه تتحقق بمعدلات جيده، وبالتالي يضمن لهذه الثوره بيئه عمل يعني ايجابيه وصالحه ومستمره في التقدم الى الامام. اعتقد دي كانت فكره يعني او فلسفه حاكمه للثوره 23 يوليو، انها ثوره الشعب وانها تستهدف تحقيق مصالح الشعب، الاغلبيه من ابناء الشعب المصري، وانه يعني ربما يمكن في كل المجالات ده تحقق بدرجه عاليه ما عدا مجال واحد في تقديري اللي هو مجال ديمقراطه العمليه السياسيه داخل النظام. لا دي كانت لم تحقق التقدم الذي تحقق في مجالات الانتاج الاقتصادي، في مجالات العداله الاجتماعيه، في مجالات اداره العلاقات الدوليه. هنا في القطاع الثاني ده يعني الحقيقه لم يتحقق النجاح الكبير الذي تحقق في القطاعات الاخرى، وهذا يمكن ان يؤخذ وهو يؤخذ من جانب كتاب ومفكرين. ده ادعى ان احنا نقول نستفيد ايه من ثوره يوليو، وتبقى في عظه امام اعيننا في هذه الفتره في مصر، ان احنا كان هناك العديد من الخطوات، منها حراك سياسي، حراك اقتصادي، حراك دولي في المنطقه واجتماعي ايضا. ايه الدروس المستفاده من وجهه نظرك بالنسبه لثوره 1952 علشان نقدر نستكمل اليوم ثوره 25 يناير وثوره 30/6؟ طيب انا يعني هقول مجموعه من الدروس المستفاده. اول درس نتعلمه ان التاريخ ما بيعيدش نفسه. يعني دي ثوره 23 يوليو ثوره هامه، وثوره هي مصدر، هي بقى اصبحت مصدر يثير التفكير ويثير ومصدر تاريخي هام، لكن لا يجوز التفكير بان احنا هنعيد التاريخ. احنا لازم نبتدي نفكر في ازاي في ضوء هذه الثوره وضوء مصادر اخرى نستفيد منها ازاي. انا هستفيد بقى يعني هي دي، بس ده مدخل مهم جدا علشان نبتدي نفكر بالطريقه دي، ما نفكرش بطريقه ان احنا عايزين نعيد أو نعيد ترجمه نعيد البتاع، لكن احنا عايزين دروس تبقى عظم. ده اول حاجه، ادي اول حاجه. في ضوء هذا المفهوم، في ضوء هذا المفهوم تبقى اول شيء نفهمه ان احنا لازم نركز على اهميه العمليه السياسيه، لان العمليه السياسيه بصراحه اذا ما كانتش هتبتدي انك عندك نظام سياسي قوي. يعني هو احنا لما نلاحظ ان كل انكسارات عبد الناصر وانكسارات السادات وما يطلق عليه كساد العمليه السياسيه في عصر عبد الناصر، في عصر مبارك، كل ده كان نوع من انواع الانكسارات بسبب النظام السياسي، بسبب طريقه تشكيله النظام السياسي. فتشكيله النظام السياسي، ازاي نشكل نظام سياسي؟ العظه الرئيسيه اللي احنا نستفيد منها ان احنا لازم نشكل نظام سياسي قادر على الحياه وقادر على دفع الناس للمشاركه السياسيه، مش مجرد تشكيل هذا النظام ازاي. احنا دلوقتي عندنا دي قضيه، نظام دي قضيه ده محتاج بناء مؤسسات، محتاج طبعا كوادر شباب كل اللي انت سيادتك بتذكره ده مهم جدا في اطار فكره العمليه السياسيه. الحاجه الثانيه واللي مهمه ان احنا لازم نبقى فاهمين ان هناك مفارقه ما بين، او ان هناك علاقه ضروريه ما بين فكره الحريه وما بين فكره الحاجه الاقتصاديه. الاثنين دول مختلفين لكن بيدوا بعضهم البعض، وبالتالي الفكره بان احنا ما نقدرش نتكلم على الاقتصاد الا اذا كنا، ما نقدرش نتكلم على الحريه الا اذا احنا استطعنا ان احنا نعمل نوع من انواع الكفايه الاجتماعيه او الكفايه الاقتصاديه. يعني دي جربناها قبل كده وما نجحتش. يعني برضو دي لازم تبقى لينا عظه، ان احنا يعني اهميه عبد الناصر ان هو جرب، وبالتالي من خلال التجربه نستطيع نتعلم من تجربته. نستطيع نتعلم من تجربته، هو تجربه عظيمه وراجل ثائر وثائر حقيقي، واستطاع ان هو يجرب ويعمل ويبني عمليه وطنيه حقيقيه في ووضع مصر، ووضع نواه لبدايه لبناء الدوله الوطنيه المصريه. دي ما فيش شك في ما احنا لا ننكر هذا، انا لا انكر شخصيا
ان دور عبد الناصر في بناء الدولة الوطنية المصرية ودور كبير، لكن ما احنا لازم نتعلم بقى، لازم نتجاوز هذا الى ان احنا نتعلم بقى نعمل نبني افكار جديدة. تمام. نبني افكار جديدة وبتمنى الفكرة الجديدة، ودي الفكرة التانية الجديدة، ان احنا لازم نعمل علاقة جدلية او علاقة تبادلية ما بين فكرة الحرية وفكرة الاحتياج الاقتصادي او الاحتياج الاجتماعي، مش واحد بدل التاني، او لا الاثنين يعطوا بعضهم البعض. ازاي نبني علاقه في ان الاثنين يعطوا بعضهم البعض؟ واخر حاجه يعني اللي ممكن تكون تبتدي من يملك قوته يملك قراره، ده بالنسبه للمستوى الدولي. دي قضيه بقى في المستوى الدولي اللي ذكرته ده سيادتك. المستوى الدولي ده مستوى معقد جدا، لان احنا داخلين في عالم اللي هو عالم التعدد، على عالم العلاقات الدوليه المتعدده، وعالم العلاقات الدوليه اللي هي التبادليه، بمعنى ان انت في ان انت ما تقدرش تقول ما فيش دوله قادره في ذاتها انها مستكفيه كل شيء، وبالتالي انت دائما في نوع من انواع الانكشاف، يعني ما يطلق عليها بالانجليزيه vulnerability، او في نوع من انواع الانكشاف. مفيش دوله قادره لوحدها انها تعيش لوحدها، والا ما كانش في دول الثمانيه ودول التسعه ودول العشرين ودول كل هذه الدول والدول الاخرى اللي موجوده في افريقيا والتنظيمات في امريكا اللاتينيه والكلام ده، يعني ما كانش يبقى في هذه الاحتياجات للتكامل الاقليمي بهذا العمق. يبقى احنا محتاجين نبقى جزء من هذه التكاملات الاقليميه. اكيد. اذا دي النمره 3 الدرس المهم اللي هو، وده برضو ده بداه عبد الناصر بس احنا نقدر نعمله بشكل تاني طبعا. وكمان يا دكتور عشان نقدر نعمل دمج ما بين الدروس المستفاده من ثوره 52 لثوره 30 يونيو، لازم دكتور مصطفى يكون عندنا درايه كامله ووعي كامل. يمكن انا قلت في البدايه اننا لو بصينا في اي روايه في الدنيا هنلاقي ان بطل الروايه دي الحقيقي هو الجيش المصري. قد ايه ان الجيش المصري هو جيش واعي ومثقف وقادر على التحدي بشكل كبير جدا جدا، بعيد تماما عن وصفه بانه هو عسكر. استاذن حضرتك توضح لنا طبعا لا لا يعني لا لا احنا لا لا يمكن أنا في أرفض الفكره انك، لكن احنا سمعنا ناس كتير بتقول ده، عشان كده انا باكد النهارده ان جيشنا ما ينفعش نقول عليه عسكر ابدا. وانا كنت قلت بصراحه بوضوح في البدايه بان الجيش جزء من العمليه بس الوطنيه، بس لا تنكر ان هو تم وصف الجيش المصري فعلا بهذه الصفه. طبعا وانا كل ما عادي حد في الدنيا هيوصف اي حد باي حاجه همشي وراه. الجهه الوحيده في مصر في المجتمع المصري التي يمكن أن توصف يعني بدقة وبأمانة بأنها مؤسسة هي القوات المسلحة. يعني هي اللي فيها بعد مؤسسي، ليس بعد هناك مؤسسي بنية بالمعنى القيمي أخرى، بالمعنى القيمي بالمعنى المؤسسي زي الدكتور مصطفى. عشان كده احنا دايما بنكرر بالمعنى المؤسسي بقى، في قيم في قيم وفي في أدوار وفي صاحب القيم طبعا. ففي كل ده كل ده في مصر. هنا برضو في نقطة مهمة أوي الحقيقة، يعني أنا لا أستطيع أن أتصور أن أي مجتمع سواء كان مجتمع مصري أو غيره يستطيع أن يعيش على ثورات بشكل دائم. وبالتالي الأخوة المشاهدين معانا مهم أوي أن احنا ندرك أن الثورة تقوم ضد أوضاع غير طبيعية لتصحيح وتصويب هذه الأوضاع وتطوير المواقف والسياسات تجاهها، ولكن بعد قيام الثورة بفترة غير طويلة يجب أن يكون هناك إعادة بناء مؤسسي لقدرات الدولة للتعامل مع الأزمات والمشكلات التي قامت بسببها هذه الثورة. يعني ثورة 25 يناير أو 30 يونيو قامت بالأساس 30 يونيو عشان تصحح وتسترد 25، لكن 25 قامت ليه؟ عشان قضايا زي العدالة الاجتماعية الديمقراطية بالأساس، يعني المشاكل التي عانى منها المجتمع المصري بالذات في هاتين القضيتين كانوا وراء الثورة. كويس أن الثورة قامت ونجحت كثوره، لكن لحد دلوقتي على لسه ما قدرناش نحول الثوره الى عمليه تحول ديمقراطي. بما ان حضرتك ذكرت ثوره 25 استوقفني بعض الاقوال اللي كانت بتقول ان الثوره جت مع الشعب المصري كده بالصدفه. لا، ما فيش ثوره بتيجي بالصدفه. بالظبط، استاذنك ترد على هذه الاقوال. لا يمكن ثوره بالصدفه على الاطلاق، لكن يمكن عشان ما يكونش ليها بطل لكن واضح. لكن التحدي اللي بيواجهنا دلوقتي حقيقه ان احنا نبتدي يعني نستكمل عملية إعادة بناء المجتمع السياسي المصري على نحو يجعل هذا المجتمع أكثر قدرة على التحرك الإيجابي للأمام وبفعالية مما كان. عندنا مثلا مشكلة زي الأحزاب، ما فيش حاجة سياسية ديمقراطية من غير أحزاب في الدنيا.
سواء بقى في دولة فيها ثورة أو ما فيها ثورة، في مصر في الشمال في الجنوب، الأحزاب القوية، والأحزاب القوية لها مؤشرات. ما ينفعش يبقى عندك 94 حزب في الدولة المصرية أو في مصر، في دولة زي مصر لو نزلت لكل أساس العلوم السياسية وعملت استطلاع رأي قوام وسؤال واحد، اذكر اسماء 20 حزب من 94، انا اول الناس اللي هقول لك انا مش هقدر اذكر اسماء 20 حزب، وبعتقدش ان حد يقدر يذكر. لسه مستحدثة جديدة. ليه بقى لانه الاحزاب غير، يعني ليست محسوسه من جانب المواطن منغلقة ومفيش تفاعل ما بينها وما بين المواطن، ومفيش تفاعل ما بينها وما بين، وبعدين المفروض يبقى عنده عدد اعضاء كبير في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب من الدوله، لدى المراه والرجل، الشباب والكبار. انا نزلت سالت بعض الاحزاب اللي كنت اتكلمت فيها بمحاضرات عامه كم عدد الاعضاء، فهم بيفتخروا ويقول لك 30,000 مثلا، ده ما مش حاجه في العمل بتاع الحزب. ايه هو يعني المنافسه في الانتخابات لتحقيق الديمقراطيه. مش ممكن حزب على مستوى دوله زي مصر حتى لو حجم عضويته 40-50,000 مش 30,000 هيقدر يعمل ده. وبالتالي احنا عندنا لابد ان ندرك ذلك وان نتجه الى ان كل الاحزاب الليبراليه مثلا، كل الاحزاب الاشتراكيه مثلا، كل الاحزاب القوميه مثلا، هذه التيارات الثلاثه الرئيسيه، يبقى في حزب كبير يمثل كل من هذه التيارات والاتجاهات الرئيسيه. ان ما يبقاش عندي 10 احزاب ليبراليه و15 حزب قومي وبرضه مختلفين مع بعض وما بيتوافقوش مع بعض، ما بينتجوش سياسات او مقترحات بسياسات داخل المجتمع المصري تحقق اهداف المواطن. يعني يبقى في تنوع دكتور، ولكن تنوع ايجابي يخدم الحاله السياسيه، ويكون كيانات حزبيه سياسيه كبيره قادره على الانجاز وقادره على التاثير. وان بقى ربما لا يقل اهميه الا ما يزيد في الاهميه برضه، بس يعني بحاول ان انا استثمر هذا البرنامج ان انا اقول ان الرئاسه في مصر حتى هذه اللحظه للاسف ليست مؤسسه. في داخل الرئاسه في رئيس الدوله وفي عدد كبير من الموظفين على راسهم رئيس مجلس امناء. الفرق بيننا وبين الرئاسه مثلا في بلد زي امريكا، في الرئاسه في بلد زي امريكا، وانا دخلت ده على المواقع الالكترونيه وشفتها، في 18 مجلس قومي، مجلس الامن القومي، مجلس التجاره، مجلس التعليم، مجلس الصحه، مجلس الطاقه، اللي هي موازيه في التخصصات لنفس الوزارات في السلطه التنفيذيه. الفرق بين ده وده ايه؟ الاولاني اللي هو المجالس القوميه بتحدد الاهداف الاستراتيجيه في التعامل مع كل قضيه، والوزاره بتحول الاهداف الاستراتيجيه دي الى سياسات تنفيذيه. بالظبط، الى سياسات تنفيذيه. ده لازم يتم. وده بقى ناشد الدوله المصريه هم من هنا من عندكم من هذا البرنامج انها تتجه في هذا الاتجاه في اعاده بناء نفسها ديمقراطيا وسياسيا لدى حق الفعاليه اللي هتفي بمطالب وباحتياجات وباهداف المواطن المصري العادي بالاساس اللي الثوره قامت علشانه. واحنا فعلا في مرحله جديده، ويمكن يا دكتور احنا بننتقل من مرحله الى مرحله اخرى، كل يوم بنتقدم، كل يوم بيبقى في دروس مستفاده بنتعلمها من الاجيال السابقه، وان شاء الله الاجيال القادمه هيحصدوا هذه الثمار. الاستاذ الدكتور مصطفى علوي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور، منورنا. والاستاذ الدكتور جهاد عوده استاذ العلاقات الدوليه بجامعه حلوان، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا. طبعا انا برضو اسراء بضم صوتي لصوتك وبشكرهم على وجودهم. وجودكم معانا بيدينا الامل وبيدينا الاطمئنان ان مصر تمتلك قيادات واعيه لها فكر سياسي وفكر اقتصادي ممكن نستفيد بيه في هذه المرحله. نبقى مطمنين كشباب ان احنا تاريخنا العظيم هنقدر نستغله ونستفيد بيه في مرحله بناء مصر في هذا التاريخ. ده مهم جدا يا اسراء. اكيد سامح، وفعلا الاجيال القادمه هي اللي هيكون ليها دور كبير جدا انها ترسم ملامح المستقبل. املنا في ربنا سبحانه وتعالى، ثم املنا في جيشنا وفي شرطتنا وفي رئيسنا طبعا وفي شعبنا. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا خلال الخيمه الرمضانيه، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه عشان نشوف المزارع المصري الاصيل ازاي بيعبر عن فرحته بثوره 52 وكمان اماله وطموحاته في المستقبل. كلام ده هنعرفه ان شاء الله واكتر منه، لكن بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج كتاب في حياتي. احنا الحقيقة في هذا البرنامج بنحب ان احنا نستضيف احد المشاهير او الشخصيات المعروفة سواء كان في المجال الصحفي او الاعلامي او الثقافي او الفني او العلمي. كتاب في حياتي كانت قصة وائل سليمان. ايه اللي حصل للتعليم؟
أكيد علاقة سيادتك بالكتب لها تاريخ وعلاقة وثيقة، يا ريت حضرتك تحدثنا عن هذه العلاقة. لكم مني حامد عبد الدايم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيت العرب وان كبرت ناره على بعد اتاوج لها دخانه العوافي منور الشرقيه ومنور عرباننا، ومرحبا بيك وبرنامجك السمح. الصمت زينا والسكوت سلامة، بل ثورة حرة ولا علينا نقر جا من بر. لا ثورة حرة موش نقر جا من بر. العرب في كلمة عندهم يقول لك قولوا لركابين الخيل جاك من نجم بوذيل، انشرق يا هناكم ونغرب يا شقاكم. العروس بعد سنة تمشي تزور أبوها، لازم تروح لأبوه شيء لعيب. في الأرض أرض الله والمراد مراده، ادي حق البنت قبل ما تلقابه. الأرض أرض الله. برومو برنامج ديار العرب في قناة مصر الزراعية. قناصين كل واحد معاه سلاح حبيدة من وادي يجيب عشان حبيبي. انت معي طول عمرك حنون، ورديت عذاب ليش ودمعات عيون. صباحي صباحي ليلتنا صباحي، حرام النوم الليلة والعالم كله صاحي، والليلة جيت نهني أصحابي واللي مني. ديار العرب يوميا على مصر الزراعية. صغر سن كبير ما قام، اجيب لك كبار اللي جابك، هاد الحرب وانزل انا معاك بيميل لعدم شبابك. هاد الحرب وانزل انا معاي وريك معنى الرجال، على بعضهم جردوا الخيل الاتنين اسبوع وامارة شربوا من المر والخل، عزم فلق الحجارة شلعت خربهم كما الجمر ابتدت معهم الخدر. السيرة الهلالية في رمضان على مصر الزراعية. الخيمة الرمضانية، وقلنا ان الخيمة الرمضانية الضيف الاساسي فيها اللي بينورها دايما الفلاح والمزارع المصري، وعارفين ان مصر الزراعية عموما هي المنبر للفلاح والمزارع المصري، وقلنا لن يعلو صوتا فوق صوت الفلاح في قناة مصر الزراعية. النهاردة الاحتفالية هتبقى مختلفة شوية، احنا بنحتفل بثورة يوليو، ثورة اساسا كانت معمولة علشان تحرر المواطن المصري من الظلم، ودت الحق للفلاح المصري في الحياة، وفرت له أراضي زراعية، كان في عدالة اجتماعية في هذا
التوقيت، ومن خلال التوفير اللي تم للمزارع المصري حقق نوع من الاكتفاء أو من التواصل الاقتصادي اللي في النهاية وصل مصر أن يبقى عندنا أجيال متعاقبة من الكتاب والمؤلفين ومن العلماء اللي كملوا المسيرة. هم دول ولاد الريف المصري اللي خرجوا من الأراضي الزراعية، من الأراضي الخضراء الجميلة. أنا طبعا برحب بحضراتكم النهاردة في الخيمة، منورني الحاج عبدو عبد الغني صقر عضو مجلس الشورى السابق، أهلا بيك. أهلا بيك. ومنورني أيضا الحاج حمدي شحاتة السماك رئيس مجلس إدارة جمعية حوش عيسى، أهلا بحضرتك. منورنا حاج حمدي وحاج عبدو، يعني الفلاح المصري الأصيل، احنا دايما بنكون سعداء انه بيكون موجود معانا داخل قناة مصر الزراعية. النهاردة زي ما سامح قال فعلا اليوم مختلف، مش بس بنحتفل بشهر رمضان الكريم وخلاص، للأسف احنا خلاص في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم بألف خير وأيام قليلة وهنقول عيد سعيد. والنهاردة كمان يوم مميز جدا جدا يا حاج حمدي، لأنه يوم ثورة 23 يوليو، ثورة مجيدة بنى فيها الشعب المصري أمجاده بإيد الجيش والجندي المصري. دايما كنا بنسمع، ويمكن السادة ضيوف الكرام بالفقرة السابقة فسروا لنا قد إيه إن الثورة دي كانت فعلا قريبة جدا جدا لكل طبقات الشعب المصري، وتحديدا كمان المزارع المصري كان من أولى الطبقات اللي فعلا كانت مؤيدة 100% لهذه الثورة الجليلة. تعليقك إيه يا حاج حمدي، وقد إيه ثورة 52 قريبة لقلبك والقلوب كل المزارعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان العظيم، وكل سنة وانتم طيبين والأمة العربية والإسلامية بخير، وتمر الأيام وإحنا إن شاء الله يعني العيد قادم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ثورة 23 يوليو 52 قامت ضد الإقطاع، ضد الفساد، ضد الرشوة، ضد المحسوبية، ضد كل شيء كان فاسد في هذا الوقت. الثورة دي حققت أهدافها بالنسبة للفلاح المصري، إنها يعني نصفت الفلاح المصري. الفلاح اللي كان معدم ما كانش طايل حاجة خالص. السيد الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت حقق للفلاح المصري حلم، إنه ما كانش بيمتلك أرض، ما كانش عنده أرض خالص. أعطى كل فلاح يعني من الفلاحين المعدمين دولت، اللي خد 5 فدادين واللي خد فدانين ونص، يعني أعطاه شيء من الحرية. بدل ما كان شغال أجير عند الإقطاعي، أو كان عند الناس اللي هم عندهم 3000 فدان و5000 فدان لجمال الإقطاعيين دولت، أصبح بيمتلك أرض. بدل ما كان شغال باليومية أصبح له أرض وله وجود. فالفلاح المصري شعر بالثورة دي، شعر إنه هو فيه حرية وفيه يعني رخاء، وإن الثورة قامت من أجل هذا الفلاح المصري عشان يجد نفسه ويجد حريته ويجد لقمة عيش لابنه ولنفسه وللبلد اللي عايش فيه. طب يا ترى ده كان نفس إحساسه في 30 يونيو و25 يناير؟ والله الفلاح المصري برضه في 30 ثورة 30 يونيو و25 يناير الفلاح عاوز ديت بقى، لأن الفلاح فعلا من بعد ثورة 23 يوليو تم الحال يتدهور بالفلاح المصري، يتدهور بعد كده ماشي يعني ماشي. سؤال بطريقة أخرى، هو أهدافه اتغيرت؟ الأول هو كان محتاج أرض يزرع، دلوقتي هو عنده الأرض. لا هو ما عندوش أرض، لا حضرتك، لا في فلاحين لغاية دلوقتي في فلاحين حاليا دلوقتي نفسهم يتملكوا الأرض. في فلاحين لغاية دلوقتي مش طالين الأرض. يعني احنا النهاردة في عندنا مستثمرين اللي معاه 3000 فدان واللي 5000 فدان واللي كلام من دي، نفس هو الفلاح المصري برضو يحصل على 5 فدادين 10 فدادين عشان يزرعهم. يعني كان من يومين ثلاثة ست الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مجتمع بالوزراء وكان بيتكلم على توشكا، وإن الفلاح يعني عايزين يوزعوا الأرض ديت، هل يوزعوها في توشكا على الفلاحين، يوزعوها على مين؟ فكل فلاح وكل شاب خريج نفسه يتملك 5 فدادين، يتملك 10 فدادين يزرعهم يحس بوجود. إنما النهاردة الفلاح برضو في فلاحين هم معدم. طيب ده يخليني أسأل حضرتك سؤال مهم قوي. فلاح كان مستقر في أرضه لفترات طويلة جدا، هل حصل انتكاسة بعد كده؟ وأسباب الانتكاسة دي أصبحت تظهر عنده المشاكل بكثرة في أرضه، وبقينا نشوفه بيستغنى عن أرضه دي في بعض الأحيان بعد ما كان بيفتخر بهذه الأرض وبيقول إن الأرض عرض وما كانش يقدر يستغنى عن أرضه. إيه اللي حصل له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ثورة 23 ماشي خلت الفلاح مكانه، خلت الفلاح النهاردة عنده أرض زراعية وله أهداف. الثورة لها أهداف،
أهداف الثورة القضاء على الإقطاع ماشي، بناء جيش قوي، أعباء الفلاح ماشي، القضاء على الفساد، كل ده. اللحظة اللي هو فيها الفلاح ثورة 23 يوليو، جات الفلاح اهو خد أرض وابتدي يشتغل، ابتدى يشتغل الفلاح لغاية ما كون نفسه وبقى نفسه، وتغيرت المنظومة الداخلية لكل فلاح في بيته. النهاردة ما كانش عنده حد بيدخل جامعات ولا المدارس، النهاردة عنده دكتور وعنده محامي وعنده مهندس ماشي. النهاردة الآراء بتغير داخل الأسرة المصرية. النهاردة يقول لك أنا استكفيت، ابن دكتور هيصرف علي، ابتدى يهمل الأرض ماشي، ابتدى الحالة الاقتصادية الداخلية بتاعته تتعب بالنسبة للأرض الزراعية. النهاردة في مشاكل شغالة حاليا بالنسبة للفلاح. النهاردة الفلاح عشان عنده 5 فلاديب عايز دعم، الدعم ده النهاردة بعد ثورة 30 يونيو ماشي، المفروض الفلاح يهدى شوية عشان نقوله الأرض الزراعية بتاعته ديت هنديله أسمدة ونديله مبيدات. بس في نقطة بقى، يعني حضرتك قلت لي إن هو دلوقتي بقى الفلاح ابنه بيطلع بيتخرج بيشتغل دكتور، فبيقول هو هيصرف أولاده فهو بيجي له نوع من هو بيبقى فيه سكينة أكتر، أو إن هو بيبتدي يهدى عن شغله في الأرض. طب هو دلوقتي محتاج حافز ولا محتاج دعم؟ لأن هو في الأساس لو هو موجود في أرضه وبيشتغل فيها، وهروب أبنائه من داخل منظومة العمل، لأن الفلاح إحنا متعودين بيخلف فلاحين أو ولاده الفلاحين بيكملوا في أرضهم بيزودوا المساحة بتاعة أرضهم، فهروب الأبناء دول، ما هو خرج من منظومة الزراعة دلوقتي بيشتغل في مجال آخر. هرد على ساعتك. اتفضل. النهاردة الفلاح كان عنده 5-6 أولاد بيفلحوا معاه في الأرض، الأولاد اتعلموا. النهاردة عشان يجيب عمالة، العمالة غالية، هو أساساً معهوش المقدرة أنه يجيب الكيماوي والتجاوي ويجيب عمال ويزرع الأرض، فابتدى يهمل الأرض. النهاردة بروح بنك التنمية بياخد قروض ماشي، بيبقى عليه ديون. النهاردة بطالب بيقول الديون اللي عليا ديت أنا عايز أسددها. طب يسددها من فين؟ يروح لأولاده ويقول له، أولاده طبعاً كل واحد بياخد مجال بتاعه ويسيب الأرض. النهاردة بعد ثورة 30 يونيو ماشي، إن شاء الله المزارع الفلاح هيبقى الحالة الاقتصادية كويسة، بس يستنى شوية ماشي، ما يطالبش كتير، ولا كان عايز أسمدة لازم تكون موفرة بحد أقصى ماشي. النهاردة احنا لنا 3 سنين بعد ثورة 25 كنا بنصرف في محافظة البحيرة من 12 ل14 مليون طن أسمدة على مستوى المحافظة كلها. النهاردة بنصرف 7 و6 ويقول لك طب انا عايز اسمده لجمعيه حشيش، يقول لك ان انا هنديك من متاح اللي هيدخل. سيادتك الشهر اللي فات ده شهر 6 اللي فات، محافظه البحيره المناطق الحره اسكندريه بس محافظه من محافظات الجمهوريه متاخره في 10,000 طن ما دخلش البحيره. دي اول مره تحصل؟ اول مره ده تاخر. ده في انكم صرفتم في الموسم الصيفي بدري؟ لا، صار هو صرف للموسم الصيفي شكارتين. ايوه، عشان بدايه الزراعه. قال لك ان احنا نديك شكارتين. طب الشكارتين دول ايه؟ فقال لك دول من الاسمده الصيفيه لما نحدد ونعاين المعاينات المشرفين اللي هي الزراعه الفعليه على الارض. الفعلية. اللي يزرع هيزرع. طب النهارده انا زرعت فاصوليا وشلتيه، اللي انا خدته من المدعم زرعت بيه حطيته الفاصوليا. طب النهارده انا عندي زراعات تانية، ذره الدين 4 شجار، يقول لك لا انت صرفت 2 من الصيفي باجي لك 2. تدخل على المسؤولين يقول لك هو ده المنشور والفاكس جاي بكده وانا ما نقدرش. ما ينفعش. فانا عشان متداخل في الجامعات وفاهم شغل الجامعات، هو غصب عنه ليه؟ لأنه هو عنده كمية متاحة. هو المفروض يعني يدخل محافظة البحيرة 16 مليون أو 18 مليون أو 12 مليون، بيدخل 6، فبوزع الكمية على المحافظة على المراكز. بدل ما بندي 2 مليون مثلا مركز حشيشة، لا يديله 800 ألف بس، فبيضطر أنه ينقص المساحة.
انا عندي مشكله تانية كمان. لا قبل ما اكمل في المشاكل بس انا عايزك تقولها وهسمعها. عايز اسالك سؤال حضرتك بس ممكن نجاوب على السؤال ده برضو يعني حضرتك بتسال بتقول اللي يعني اولاد المزارع ده هجروا الزراعه وتركوا الزراعه. ما هو تركوها ليه؟ لاسباب. ايه الاسباب؟ اول الاسباب بنك التنميه والتنميه الزراعي، الفوائد فيه حصلت 22 و24%. النهارده عشان اللي يخش بنك التنميه والتنميه الزراعي ده السبب الرئيسي في خراب بيت الفلاح. ده مشكله لوحده. عشان تخش البنك مش ممكن تطلع الا ما ينفعش تبيع ارض عشان تسدد البنك. النهارده المشكله الثانيه ارتفاع حضرتك. انا عايز برضو مشكله عايزين نطلع بنتيجه. طيب ماشي حضرتك، انت خدت منه قرض عشان تدوره في الزراعه. ومزارعين كتير جدا خدوا القرض ده، جوزوا بيه اولادهم، دخلوه في مشاريع تانية. مشاريع يا اما معظمها فشل، يا اما جوز بيه ابنه وما قدرش ان هو يسدد القرض، وبالتالي اللي انضر في النص الارض الزراعيه لان هو خد قرض ما شغلوش في الزراعه. دلوقتي كان في اكتر من مبادره لحل مشاكل المتعسرين. ومنها ان هي خصم 50% من فوائد الدين. ده ما بيحصلش يا استاذ خالص. لحظه بس يا حضرتك، بعد اذنك يا شعب. الكلام ده ما بيحصلش خالص. الكلام حضرتك في الكلام مع المسؤولين والكلام في الجرايد وفي الصحافه وفي التلفزيون كلام شيء، وعلى ارض الواقع شيء تاني خالص. وايه اللي بيحصل على الارض؟ لا ما بيحصلش خالص الكلام ده، ولا شيء 50% ولا الكلام ده خالص. ايه اللي بيحصل؟ بتفضل الديون زي ما هي. الكلام ده بيطبق عليه الفوائد. ده فوائد وغرامات على الفوائد وفوائد مركبه. الشيء الثاني حضرتك بقى اللي هو ارتفاع تكلفه المصاريف بتاعت الفدان. طب قبل ما نخش على ارتفاع المصاريف، حتى كمان نقطه الملاحقات الامنيه، انه تم ايقاف الملاحقات الامنيه. لا الملاحقات الامنيه واقفه بس عليه ديون. لا عليه ديون. الدين عليه ما شالش. سيادتك انت بتتكلم على القروض بتاع بنك التنميه. هو البنك بيدي نوعين من القروض، قرض زراعي وقرض استثماري. القرض الزراعي اللي هو للفلاح اللي بياخد 1000 و2005. وده على زرعه بيقول له خد. ايوه. وبياخد منه من 5-7%. ايوه. وانا متفق معاه. ماشي. المشكله بقى في القرض الاستثماري اللي هو ايه؟ بيدخل واحد عنده 20 فدان 30 فدان بروح ياخد قرض كام؟ 150,000 او 200,000. اساسا اللي بياخد 200,000 من الفلاحين دول اصلا لما تحط ايدك في الخزنه بتاعته او في جيبه ما تلاقيش فيها 150، في لحظه بيبقى معاه 200,000 و300,000. اول شيء يفكر فيه يبني بيت. تاني شيء يفكر فيه انه يتجوز واحده تانيه. تالت شيء يبتدي يضيع الفلوس. مش بيفكر يسدد. بيجي يسدد بقى بعد سنه. يقول له معيش. يجي الموظف يقول له ايه؟ هات لي الفوايد ماشي، سدد الفوايد واطلع لك السلفه تاني. يطلع الفوائد، تبتدي الفوائد تتراكم عليه على مدى 5-7 سنين. ال50,000 يوصلوا ل200,000 جنيه. انت كده قلت كلمة حق. ده النصوص. المشكلة في البنك اللي ادى القرض ولا المشكلة في المزارع اللي ما قدرش يسدد؟ لا الفوائد عالية. لحظة واحدة بس. لحظة واحدة. ماشي اتفضل. انا ليا يومية يمكن اتكلمت في البنك الرئيسي ماشي في اجتماع الاتحاد التعاوني كان عندنا. قلت له انا عايز منك حاجة. الغي حاجه اسمها قرض استثماري، الغي نهائي، خليني في القرض الزراعي. اللي انا عندي 20 فدان غله، اديني قرض زراعي على 6 اشهر بحيث هنبيع الغله نديها لك. ممكن تورد له الغله ويخصم. تخصم اللي لك وتديني الباقي، يبقى لي كسب. انما القرض الاستثماري زي ما بنقول لك، روح يعمل مزارع، يعمل شقق، يعمل كلام فارغ، ويجي وبعدين الاخر يطالب يقول لك ايه؟ انا عايز من رئيس الجمهوريه قرار يوقف الصرف وبتاع. سيادتك بتقولي الملاحقات الامنيه. بالنسبه للامن وبيروحوا يقبضوا عليهم. بيقبضوا على الناس اللي هم واخدين قروض استثماريه. اللي هو بقى من 200 و300,000. وانت قلت كلمه حق يا حاج عبده. انه فعلا المزارع المصري لو لقي ان هو معاه فلوس بيبتدي ان هو مش بيفكر يسدد غير بعد سنه. بس مش كل المزارعين. اذا في لا يعني مش كل المزارعين. لا مش كل المزارعين. احنا بنتكلم على البعض. نقول البعض ما ينفعش عشان عندنا ناس كتير طبعه ايجابيه بتسدد في ميعادها. خلينا نقول ان البعض من المزارعين من اللي استلفوا مش من الفلاح المصري. الفلاح المصري بس بتكلم على الفلاح المصري اللي هو احنا. اللي هو احنا عندنا 5 فدادين 6-10 فدادين عشان مع بس الناس. انا عندي 30 ماشي. لابو 5 و2 و3 ده
ما بيبقاش على حاجه. يوم ما يبقى عليه بيبقى عليه 3 4000 معهوش بيجيني. فبقول له يا عم الحاج عايز 3 4000 نسد كل خد. يا حاج عبده بس. انت اللي عنده 5 فدادين واللي عنده 6 فدادين و10 فدادين دي اكتر ناس عليها ديون. اساسا البنك بيبيع بيدي قروض على الوهم. هل هو البنك لما عاطي قرض استثماري لواحد فلاح وعارفه انه هيعمل زريبه ويجيب مواشي وكلام من دي، هو عارفه لو عنده زريبه ولا عنده مواشي وهو عاطله القرض يقول لك ايه سلفه بتاعت بس في ضمانات للقرض ايه ده ضمانات ايه ده بصموه على صوابع ايديه ورجليه. هو لو ما عندوش ضمانات وكل ضمانات ما كانش خده ده بغلب يمضي ومضي كمان يجيب الست بتاعته ومضيها كمان يجيبه ومضيها. سعادتك في موضوع تاني بعيد عن الجزئيه دي كمان. طب احنا قبل استاذنك يا حاج عبده قبل ما نقفل الجزئيه دي، حضرتك زي ما شهدت شهاده حق وقلت انه اغلب او معظم او بعض عشان نكون محقين بعض المزارعين لما بياخدوا قروض استثماريه مش بيسجل، هيك شايف انه الحل اول حل قلته انه يتلغي تماما القروض الاستثماريه. ايه تاني عشان نحل مشكله الديون المتراكمه؟ هل يتم اعاده جدوله الديون؟ هل البنك يتعاون مع المزارع ويخفض شويه يعني الفوائد المركبه دي؟ الحل من وجهه نظرك انت كمزارع ايه؟ هو البنك فعلا جدول المبالغ على الفلاحين ماشي البساط اللي هو من 10000 فاقل والناس بتبتدي تسدد. المشكله بقى في اللي من 10 وطالع هيسدد من فين بالظبط؟ ده هو على الطبيعه عنده ارض فاضيه لا فيها زراعات ولا فيها، واخد نفسه وماشي وسايب الارض ماشي، بيبتدوا تحصل مشكله بينه وبين البنك. فكل شويه يقول لك احنا هنقبض عليه وهنقبض عليه ولغايه الوقت ديت انتهى. الحقيقه الثانيه بقى بتاعت البنك قبل ما نكفي الموضوع ده، الاسمده كنا بناخده من بنك التنميه والائتمان عن طريق الجمعيه العامه قروض، القروض كانت بتوصل ل 14% وانا اتكلمت في الموضوع ده هنا. حصل. ماشي؟ 14% كان الجامعات المحليه اللي زي جامعه الحاج حمدي كان كل سنه الجامعات على مستوى الجمهوريه تطلع خسرانه. خسرانه ليه؟ لانه بياخد منه فايده اضافيه. يقول له انا اعطيتك، خلي بالك، يقول له انا كسبتك 19 جنيه. خمسه يتشالوا للنجد، اربعه يتشالوا للنجد، وخمسه مكسب للجمعيه. بس والله في اشعار خصم جاي لك بكام؟ تلاقيه ب 30 جنيه على الطن. يبقى الجامعات ديت بتبتدي تخسر. طيب عملت مذكره هناك وقلت لهم اشتغلوا الجمعيه العامه هي اللي تاخد الاسمده دي من الشركات وتوزعها على جمعيات وما تاخدش الا 7%. طيب دلوقتي انتوا صوتكم بقى مسموع. طبعا. الدستور المصري الفلاح موجود فيه بقوه شديده. طبعا. الدور القادم على البرلمان اللي هيحط او يضع القوانين اللي هنشتغل بيها علشان ننفذ هذه البنود. عاوز اسمع كلمه اخيره من حضرتك وكلمه اخيره برضو من حضرتك تقولوا ايه للحكومه في هذا التوقيت واهم المطالب العاجله اللي المفروض الحكومه تبتدي بيها. بالنسبه للمطالب حاليا بالنسبه للفلاح المصري اللي بتبتدي يعني، اولا المشكله بتاعت ارتفاع سعر الجاز اليومين دول ديت، دي مشكله. النهارده لما سعر الجاز كانت ال 20 لتر كانوا 22 جنيه. طب كنت بتجيبهم من البنزينه ولا كنت بتجيبهم من لا الاول لا من لا من البنزين. يعني النهارده بقت بكام؟ ب 36. ده احنا زودنا التيل. المزارع كان بيجري ورا السولار ويجيبه من السوق السوداء بدل ما بياخده ب 22 كان بياخده مثلا ب 40. انا حضرتك انت دلوقتي لما تلاقيه في البنزينه متوفر بسعر مرفوع عنه الدعم او اسعار الدعم اتحركت احسن ولا انت تدور عليه في السوق السوداء بسعر اقل؟ انا مع القرارات الاقتصاديه اللي اترفعت لان البلد الاقتصاد بتاعها كان تعبان خالص، كان لابد يحصل الكلام ده. بس انا عشان نزود صفيحه، طب صفيحه الجاز ديت على المزارع النهارده كل الري بيحصل بالمكن، المكن ده شغال بالجاز. طيب الجرار الحرارة ده بيحرق بالجاز. طب ايه ادى لارتفاع تكلفه ارتفاع الاسمده. النهارده عندنا اسمده حره بتنزل، ده الحر مش المدعم، ده الحر النهارده ارتفع وصلت الشكاره ب 140 جنيه وجيلنا في الجمعيه ب 140 جنيه. اذا في مشكله من عند حضرتك الحاج حمدي سولار والاسمده. سريعا بس حاج عبده ماشي حاجه ثانيه، احنا عندنا مشكله في رشيد وإيدكم. مركز رشيد وإيدكم كل الاراضي اللي هناك موالح، ما فيش اراضي زراعيه محاصيل الا بسيطه 5%. النهارده في قانون فيه قرار وزير من وزير الزراعه بيقول له اصرف نص الكميه والنص الكميه بعد 6 شهور. تمام.
النهاردة الجمعية رشيد وقتكو فيها كيما ومتكدس له شهرين والكمية بتاع الشهر 6 و7 مش راضين يستلموها ومش راضين يصرفوا لأصحاب الموالح الكمية التانية. يا ريت يصرفوا لهم عشان يرفع الضغط على الجمعيات المحلية دي ويفضوا لان بيبقى عليها فلوس. وكمان حاج عبدو احنا هنتابع مع حضرتك المشكله دي في برنامج زميلي سامح الزراعيه مباشر ان شاء الله. هيبقى في عوده مره اخرى بعد العيد. انا بشكركم شكرا جزيلا للحاج حمدي شحاته السماك رئيس مجلس اداره جمعيه حوش عيسى بالبحيره والحاج عبدو عبد الغني صقر عضو مجلس الشورى السابق. شكرا جزيلا ليكم ونورتونا. مشاهدينا ده كان المزارع المصري اماله وطموحاته وامانيه في المستقبل. هنروح لفاصل سريع ونرجع حضراتكم مرة تانية عشان نستمتع مع بعض بالإنشاد الديني مع المنشد الديني أحمد عادل ولكن بعد فاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كتاب في حياتي. احنا الحقيقة في هذا البرنامج بنحب ان احنا نستضيف احد المشاهير او الشخصيات المعروفة سواء كان في المجال الصحفي او الاعلامي او الثقافي او الفني او العلمي. كتاب في حياتي كانت قصة وإسلامه. ايه اللي حصل للتعليم؟ اكيد علاقة سيادتك بالكتب لها تاريخ وعلاقة وثيقة. يا ريت حضرتك تحدثنا عن هذه العلاقة. لكم مني حامد عبد الدايم اطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيت العرب وان كبرت ناره على بعد التاوج لها دخانه العوافي نور الشرقيه ومنور عضاننا ومرحبا بيكم برنامجك السمح. الصمت زينا والسكوت سلامه بل ثوره حره ولا علينا نقر جا من بر. لا ثوره حره موش نقر جا من بر. العرب في كلمة عندهم يقول لك قولوا لركابين الخيل جاك من نجم بوذيل انشرق يا هناكم ونغرب يا شقاكم. العروس بعد سنة تمشي تزور أبوها لازم تروح لأبوه شيء لعيب. الأرض أرض الله والمراد مراده ادي حق البنت قبل ما تلقابه. الأرض أرض الله برومو برنامج ديار العرب في قناة مصر الزراعية. قناصين كل واحد معاه سلاح حبيدة من وادي يجيب عشان حبيبي انت معي طول عمرك حنون ورديت عذاب اللي يشوده معاه تعيون. صباحي صباحي ليلتنا صباحي حرام النوم الليلة والعالم كله صاحي والليلة جيت نهني أصحابي واللي مني. ديار العرب يوميا على مصر الزراعية. صغر سن كبير ما قام اجد لك كبار اللي جابك هاد الحرب وانزل انا معاك بيميل لعدم شبابك هاد الحرب وانزل انا معاي وريك معنى الرجال على بعضهم جرد الخيل الاتنين اسبوع وامارة شربوا من المر والخل عزم فلق الحجارة شلعت خربهم كما التمر وابتغت معهم الخدر. السيرة الهلالية في رمضان على مصر الزراعية. مسكين فوانيس ده فانوس أحمر وفانوس أخضر وفانوس أخضر يا
يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مجيب السائلين مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك توبة من تراه من تراه غريقا بالدموع غريقا بالدموع غريقا بالدموع ولا يراك وتبت إليك توبة من ترى غريقا بالدموع ولا يراك. الله عليك الله عليك أحسنت. ضيفنا الجميل المبدع المبتهل يعني الصغير أحمد عادل ولكن أنت كبير طبعا في المقام والموهبة. أهلا بيك. أهلا بيك. نورتنا أحمد يعني طالب. صراحة الصوت الجميل اللي احنا سمعناه والإحساس العالي بالكلمات مع سنك الصغير والشعور اللي أنت بتؤدي بيه الرائع ده اكتسبته عن حب ولا عن دراسة؟ أكيد هي موهبة موجودة أنت نمتها. كانت البداية إزاي؟ يمكن هي كانت البداية لو هنرجع كده لذكريات الطفولة ورا ان هو الواحد لما كان الراديو مثلا يشتغل عليه ابتهال معين او مثلا يسمع حاجة كده فتجذب انتباهه قوي فيروح كده يسمع الراديو يسمع بقية الابتهال
فيمكن كانت هي دي البدايه. بعد كده الموضوع بقى يظهر بقى من حفلات المدرسه، الاذاعه المدرسيه، مش عارف ايه، تبدا ان هو الموضوع ياخد خطواته شويه. بس يمكن هو خلال مثلا السنتين اللي فاتوا دول بدا ان هو الموضوع ياخد شكل ان هو لا يعني احمد بيظهر بشكل غير مثلا العيله، يعني هو احمد معروف ماشي في العيله بس نطاق تاني بقى اوسع من كده شويه. بدا يمكن يظهر خلال مثلا السنتين اللي فاتوا ان لا ان انا ابدا احفظ حاجات، ابدا ان انت اقولها، ابدا ان انت تدرب نفسك، الكلام ده كله. فهي الموضوع اساسه موهبه هي في الاصل، بعد كده مع الموهبه دي الممارسه، فهي يمكن هي دي الاساس اللي هو بعد كده خلى ان هو يكون في حاجه زي انت كده. انت كمان طالب يا احمد في كليه لغات وترجمه فوريه، قسم ترجمه فوريه انجلش، ودي حاجه جميله جدا جدا منك ان انت طالب وفي نفس الوقت بتنمي موهبتك. على قد ما عايزين نتعرف عليك، على قد ما احنا عايزين نستمتع بصوتك الجميل، فيا ريت تسمعنا حاجه تانية. طيب نروح لحاجه مختلفه شويه من الحاجات اللي انا بحبها لماهر زين، اللي هي وحشنا يا رسول الله. اتفضل. طبعا عايز شفت يا ما ناس مناها تعيش العمر جنبك، برضو ما يكفيش أحلى دنيا، عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق ليك والله، محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قولي ازاي كتعش اعيننا، حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك، ارضي في الجنة بما. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق ليك والله، محمد قلبي عليك صلى. ده انا زاد في قلبي حنين، ودموعي ماليه العين، طمع مرة مرة إني يزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق ليك والله، محمد قلبي عليك صلى. الله ينور عليك. يعني الانشاد الديني بيحتاج قدره عاليه جدا وموهبه من الصوت الجميل، لانه بدون الات ومفيش حاجه بتقدر تغطي او تخدم الصوت ده. بالظبط. التدريبات بقى والكلمات اللي انت بتنتقيها علشان تقدر تمشيها مع صوتك بتتم ازاي؟ هو الموضوع هو لحد دلوقتي يعني هو كأحمد عادل يمكن هو الكلمات او معظم الحاجات اللي هو بيقولها هي يمكن بتكون مثلا نصر الدين طبار، يعني هو يعني انا بشوفه على قمه المبتهلين. فهو يمكن هو الشخصيه اللي انا بالنسبه لي هي القدوه الاساسيه بتاعتي في اي ابتهالات او كده. فمعظم الابتهالات اللي انا يعني بحفظها وبعد كده بقولها او كده فهي بتكون خاصه بنصر الدين طبار. ممكن بقى احيانا تزيد حاجه، مثلا ممكن مصطفى عاطف دلوقتي في الوقت بتاعنا يعني برضو من الناس اللي هي يعني بدات برضو بموضوع
ستايل الانشاد وكده، ولحد ما هي دلوقتي يعني اصبح برضو ان هي واخده دلوقتي مكانتها في موضوع الانشاد، رغم برضو ان هو سنه لسه صغير او كده، لكن هو الحمد لله يعني ما شاء الله برضو عليه وصل الحمد لله لحاجه كويسه. فهو مثلا يعني هو بيكون الموضوع ماشي كده، مثلا نصر الدين طوبار هو يمكن هو الاساس بصراحه، يعني يمكن اكتر الحاجات اللي انا بحفظها. خلاص بدل ما انت مصمم بقى سمعنا حاجه ثانيه ولا ايه رايك يا استاذ؟ حاجه ثانيه الشيخ نصر الدين طوبار معاك اتفضل. ربي إلهي دموع العين دانية، ربي إلهي دموع العين دانية، والقلب تحرقه في أضلع النار، والقلب تحرقه أضلع النار، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، أن كان ذنبي عظيما أنت غفار، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، أن كان ذنبي عظيما أنت غفار، يا غافر الذنب أنت غفار، يا منزل الستر أنت ستار. يعني كل مرة بتمتعنا أكتر من المرة اللي قبلها، ويمكن يا أحمد سنك الصغير مش بس مساعدك أنك تبدع، ولكن بيديك أمل أن أنت كل يوم بتتفوق على نفسك أكتر من اليوم اللي قبليه. كان في وقت من الأوقات كانت الإذاعة هي المتنفس الوحيد بس للمنشدين، دلوقتي بقى عندنا وسائل كثيرة جدا جدا للانتشار، زي طبعا الإنترنت سواء كان على اليوتيوب أو على تويتر وفيسبوك. أنت عندك فعلا موقع على المواصل يعني أكيد طبعا، لأن هي على فيس أو تويتر زي ما قلتي، إن هو فعلا حاجة زي كده بتشكل أهمية دلوقتي، إن هي يمكن هي بقت أكتر دلوقتي من موضوع الإذاعة أو كده. فهو في الصفحة بتاعتي موجودة على الفيس، اسمها المنشد احمد عادل، او باللينك بتاعها اللي هو www.facebook.com/enshad4ed، هي الصفحه دي هي الموجوده، وبيكون عليها اللينك بقى سواء بالشانل بتاعه اليوتيوب او تويتر. بس انت شايف ان ده ساعتك على الانتشار بشكل اكبر؟ يعني هو يمكن هي دي بتساعد اكتر دلوقتي، هي الوقت الحالي دلوقتي بعيدا عن الاذاعه او كده، يعني مع احترامي او مع كده دلوقتي الانتشار بتاعها، بس عامه الناس دلوقتي بقت مقله الى حد ما في موضوع الاسماء الاذاعه. يمكن الناس دلوقتي اغلب وقتها هي تقريبا قاعده على الفيسبوك تقريبا، هي ما بتعملش حاجه اكتر من كده، فبالتالي يعني على حسب بقى، يعني في ناس بقى تكون قاعده ما بتعملش اكتر من يعني ما بتعملش حاجه تقريبا عليه، وناس ثانيه هتدور على حاجه مفيده ان هي تسمعها او ان هي تقراها او ان هي حاجه زي كده يعني. بالظبط، واحنا نفسنا كلنا سامح الناس تستفيد من وقتها على الانترنت بالوقت الايجابي مش السلبي. الانشاد الديني دوره ابتدى يظهر مره ثانيه، بنشوف شباب كتير جدا ليهم موهبه حلوه وابتدوا يفرضوا هذه الموهبه مره اخرى على الساحه. انا النهارده في الخيمه الرمضانيه بحيي تحيه كبيره جدا لشهدائنا وارواحهم، وبحيي اهاليهم وبدعي لهم من ربنا يلهمهم الصبر والسلوان، بحيي الجيش المصري وبحيي ضيوفنا العظماء اللي كانوا موجودين معانا النهارده، اسراء اللي اتكلموا معانا عن ثوره يوليو وعن الاقتصاد وعن السياسه
وعن أهمية الجيش في الفترة القادمة. أيضا كان معنا فقرة النهاردة حوارية مع المزارعين، سمعنا منهم مشاكلهم وشفنا بعض الحلول وأهم المطالب اللي محتاجينها في الفترة القادمة. لكن الفقرة الأخيرة الفقرة الإنشاد الديني معنا الأستاذ أحمد عادل. أنا وإسراء هنستأذن من السادة المشاهدين ونقول لهم تصبحوا على خير، وهنسيبكم مع المنشد الديني أحمد عادل. الكاميرا معاك والميكروفون معاك، تسمع المشاهدين إيه. تحية أخيرة بس خلينا نحيي مشاهدينا كمان يا سامح ونقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن خلاص أيام قليلة جدا جدا وندخل على عيد الفطر المبارك، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. تحية مرة أخرى لكل الضيوف اللي كانوا معانا، وإن شاء الله نشوف حضراتكم بإذن الله على ألف خير. نتمنى لكم كل الصحة وكل العافية يا رب، وهنسيبكم مع أحمد عادل. ومرة تانية بشكر زميلي سامح، شكرا جزيلا. شكرا إسراء، كل سنة طيب. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كان قد خلقت كما تشاء، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 النبي وجميل، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل جميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرى، يا قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. مسكين فوانيس ده فانوس أحمر وفانوس